طيب هنتكلم بقى ايه عن النهارده، عن ايه؟ الفاونديشن. طيب الفاونديشن احنا بنتعامل مع حاجه اسمها كيو التيميت، وعندك في حاجه اسمها كيو الاول، وفي حاجه اسمها كيو نت، وعندك في حاجه اسمها كيو بروس. قال لا، ايه دول كلهم واني واحده بتعامل معاها وهكذا. عندك لما باجي اطلع طبعا الكيو التيميت ديت بتجي لك في تقرير السويل. احنا هنفتح مع بعض النهارده تقرير سويل ونشوفه ايه الحاجات اللي احنا ايه عايزينها من التقرير، ونشوفه كمان محتويات تقرير السويل. بس تعالى كده ندخل كمان في دماغ الراجل اللي بتاع، خلي بالك موضوع الفاونديشن ده ليه متخصصين، ده علم لوحده منفصل تماما عن، يعني انا لو جيت مثلا بصيت كده على المبنى بتاعي، المبنى بتاعي بيتكون من جزئين، الجزء اللي تحت ده بيسموه سب ستراكشر، والجزء اللي فوق ده بيسموه ايه؟ سوبر ستراكشر. فده ليه متخصصين اللي فوق ده اللي احنا على مدار 11 حصه المره اللي فاتت اشتغلنا عليهم، والجزء اللي تحت دوت اللي هو السب ستراكشر ده ليه برضه متخصصين بتوع السوليد. خلاص؟ تعالى بقى ندخل بقى ايه في دماغه الناس بتاعت السويل، بما اننا احنا كمان درسنا سويل واحد واثنين، ونشوف هو الراجل ده يا ترى جاب الكيو التيميت. على فكره الكيو التيميت ديت زي ما قلت لك بتيجي في تقرير التربه، يعني هو هي موجوده. بيحسبها ازاي؟ كنا بنحسبها من يعني في طرق كتيره جدا ممكن بالظبط كده نحسب بيها الكيو التيميت. من ضمنها راجل عالم اسمه ترزاجي. ترزاجي دوت عمل معادله اللي هي بتاعت الكيو التيميت، هي عباره عن مين؟ سي ان سي لاندا سي بلس كيو ان كيو لاندا كيو بلس جاما في بي في ان جاما في لاندا جاما. دي المعادله اللي استنتج بيها مين؟ استنتج بيها الراجل دوت الكيو التيميت. خلي بالك في برضه عالم تاني اسمه ماير هوف، ده برضه نفس الكلام برضه طلع استنتج مين؟ هو يعني ايه اصلا الكيو التيميت الاول؟ لا مش قدرة التحمل التربة بس، ده أقصى أقصى إجهاد ممكن توصله بيه للسويل، اللي بعديها هيحصل للسويل دي إيه؟ فيلير. خلاص؟ يعني تخيل كده معايا إن أنا دلوقتي، وإحنا ليه أصلاً في أساسات؟ تخيل كده أنت عندك آدي العمود اللي أنت عملته في السوبر استراكشر. ده العمود، العمود ده ليه حمل اسمه إيه؟ حمل اسمه بي. عليك صح كده. ماشي يا باشا. تخيل كده أنا دلوقتي أنا لا أعرف أساسات ولا غيره. خلاص؟ هي فكره الاساسات دي جت منين؟ هو ينفع انا اجيب العمود دوت مباشره واجي رايح اعمل له الشطر اللي بتاعته الشده بتاعته واجي صابب العمود على السويل على طول مره واحده؟ ليه ما ينفعش؟ لان التركيز بتاعك هيبقى فين؟ في نقطه واحده. كونسنتريتد لود على مين؟ على السويل، والسويل اساسا ضعيفه في طبيعتها، فهتلاقي ان العمود دوت ايه؟ غاز جوه مين؟ جوه التربه بتاعتك، وبالتالي نبدا نعمل ايه؟ بنكبر المساحه بتاعتي اللي هي تحت دي. اللي هي زي ما يعرف مين بقى؟ اللي هي الفاونديشن بقى بانواعها زي ما هنشوف بقى كمان شويه. فانا دلوقتي عندي في هنا ستريس. الستريس ده اللي هو اللي انا عايز احسبه اللي هو اقصى مين؟ اقصى اجهاد ممكن تتحمله التربه. احسبه منين؟ زي ما قلت لك من معادله اسمها ترزاجي او ماير هوف او وات ايفر. المعادله ديت هتحسبها منين؟ احنا عندنا في الكود المصري لما جم حسبوا القانون بتاع او الكيو اوبتيمال دي حسبها من ترزاجي. فتعالى كده نشوف هو ترزاجي ايه المعادله ديت وايه المفردات بتاعته. فقال لك ان انا عندي اللاندا سي، اللاندا سي بتاعتي واللاندا كيو واللاندا جاما. قال لك على حسب الشيب بتاع القاعده نفسه، لو هو ستراب بيم يبقى ساعتها هتاخد اللاندا سي ايكوال لاندا كيو ايكوال لاندا جاما، الكلام ده كله بيساوي واحد صحيح. خلاص؟ ولو القاعده الشيب بتاعتك شكلها ريكتانجولر يبقى ساعتها اللاندا سي ايكوال لاندا كيو تحسبها من المعادله 1 بلس 0.3 مضروبه في البي على ال، حيث بي وال دولت هم ابعاد مين؟ ابعاد الفوتنج اللي عندك. وعندك اللاندا جاما بتتحسب من مين؟ 1 ماينس 0.3 مضروبه في البي على ال. طيب لو الشيب بتاعي سكوير، القاعده بتاعتي مربعه، بحسبها ازاي؟ لو هي
سكوير بحسب اللاندا سي ايكوال لاندا كيو عباره عن 1.3 واللاندا جاما بتساوي 7/10. يبقى اذا انا عرفت اجيب مين اللاندات كلها بتاعتي على حسب مين بقى الشيب شكل القاعده بتاعتك، يبقى انا كده خلصت من اللاندات. طيب ايه كمان؟ الان سي والان كيو والان جاما دولت بيعتمدوا على الفريكشن انجل بتاعت السويل. كان دايما كده بيديك حاجتين للسويل، بيديك الفريكشن انجل اللي هي الفاي وبيديك السي اللي هي كوهيزيف سويل اللي هو مين؟ تماسك السويل مع بعضها. خلاص؟ فيبقى السي ديت هي مين؟ ها؟ معامل تماسك التربه، يعني التربه بتاعتك. وطبعا المعامل دوت طالما انت قلت معامل تماسك يبقى ده خاص بأي تربه؟ بالتربه الطينيه، لان التربه الطينيه هي اللي فيه ايه؟ في تماسك. يعني السي ديت مش هتلاقيها فين؟ في الرمله. الرمله هتلاقي بقى فيها مين؟ الفاي اللي هو الفريكشن انجل. فانا لو عايز اجيب الفريكشن انجل بتاعتي، لو عايز اجيب هو الان سي والان كيو والان جاما، بتدخل جدول كده في الكود خلاص وتطلع نتيجه. يعني هنقول لك مثلا الان سي والان كيو والان جاما دول بيعتمدوا على مين؟ على الفريكشن انجل. تدخل شوف الفريكشن انجل بتاعتك ب 30 25 وتدخل تلاقيهم جنب بعض، تيجي وريتهم كلهم وتعوض بيهم في المعادله. قلنا السي اللي هي الكويزف سويل اللي عندي. طيب البي ديت اللي هي مين؟ البي ده هو عرض الاساس بتاعك. طب والجاما بتاعتك؟ الجاما ديت هي مين؟ ها؟ الجاما دي مين؟ الكثافه بتاعت مين؟ بتاعت السويل نفسها. طب الكيو ده وزن عمود التربه بتاعك. وزن عمود التربه بتاعك اللي هو بيساوي مين؟ جاما في اتش. يعني انا لو انا عندي مثلا ادي القاعده بتاعتي اهي خلاص، وزن عمود التربه منين لفين؟ مش انت لما بتيجي يعني تعمل قاعده زي دي بتعمل اكزيجيميشن الحفر، وبعدين بتصب مين؟ العاديه، وبعدين بتصب مين؟ المسلحه، وبتاع بعدين بتعمل بي ديستانس او النيب كولومز، وبعدين بتردم. الحفر بتاعك دوت هو مين بقى؟ الكيو بتاعك اللي هو الايوه الكيو اللي هو عباره عن مين؟ جاما في مين؟ في اتش. جاما في اتش وزن عمود التربه بتاعتك. خلاص؟ على حسب بقى انت عندك في مياه جوفيه، لو في ووتر او ما فيش، لو الووتر دي تحت مثلا تحت المنسوب هتاخدها ازاي وهكذا. خلاص؟ اذا انا كده اتعرفت على كل المعادله السي والكيو والجاما، خلصنا منهم، والان سي والان كيو والان جاما بيعتمدوا على الفريكشن انجل، واللندات ديت بتعتمد على مين؟ على شكل الشيب. كده انا عملت ايه؟ كده انا عرفت اجيب مين؟ عرفت اجيب الكيو التيميت بتاعتي. ثانيه بس هجيب قلم زي غير دي. تحتوي على سي فاي مع بعض. تمام. في تربه كلي بالظبط بالظبط مع بعض. في الحاله دي بعوض عن قيمه السي بتتقبل في السوري ريبورت ولا بفضل مثلا؟ لا في السوري ريبورت طبعا. لا في السوري ريبورت. خلاص؟ طيب يبقى احنا كده عرفنا مين؟ عرفنا نجيب قيمه الكيو التيميت. طب تمام؟ تمام. يبقى انا عرفت الكيو التيميت دي من المعادله بتاعت ترزاجي او معادله مين؟ المايرهوف، او شوف بقى انت هتشتغل باي معادله. طيب. الكيو الاول ده بقى بيجي ازاي؟ الكيو الاول ده بيجي من الكيو التيميت بس مقسوم برضو على فاكتور اوف سيفتي، برضو موجود في الكود، عباره عن مين؟ من 2 ل 3 القيمه بتاعت الفاكتور اوف سيفتي. خلي بالك الفاكتور اوف سيفتي ده بيختلف لون المنشا نفسه. خلي بالك لو طريق، لو انت مثلا بتعمل طريق الرقم ده بيوصل من 4 ل 5 ولو هو ما اعرفش ايه وهكذا. فاحنا عندنا في المنشات الاعتياديه السكنيه بتاعتي من كام؟ من 2 رقم، من 2 لكام؟ ل 3. خلاص؟ يبقى انا كده اقدر اجيب الكيو الاوبل. يبقى الكيو الاوبل هو ايه الكيو الاوبل اصلا؟ احنا عرفنا الكيو التيميت ده عباره عن مين؟ اقصى اجهاد بتتحمله ايه؟ السويل. مين الكيو الاول بقى؟ ده المسموح بيه، ده المسموح، ده اللي انا بشتغل عليه على فكره، يعني ده اللي انا بشتغل عليه وبصمم عليه اللي هو الالاوبل. الاوبل يعني وركينج على طول زي ما هنشوفه كمان شويه. التيميت يعني ايه؟ طريقه الالتيميت اللي انت هتشتغل وتكمل بيها، لكن احنا ما بنشتغلش بالالتيميت. احنا زي ما هنشوفه كمان شويه اثبات ازاي تصمم القواعد هتلاقينا بنصممها بالوركينج،
اثباته ازاي هنعرفه كمان شويه. طيب يبقى ده كيو الاول، مين الكيو نت ومين الكيو جروس؟ لما هنشوفه كمان شويه هتلاقي الكيو الاول هو الكيو نت، الاجهاد الصافي المسموح اللي هو بيساوي كيو نت. طب مين الجروس؟ تعالى كده لو انا عندي مثلا القاعده بتاعتي اهي، القاعده ديت عليها فورس ودي تربه اهي، وانا دلوقتي حابب ان انا اجيب الاستريس بتاع مين؟ بتاع السويل. اجيبه ازاي؟ انا لو عايز اجيب الاستريس اجيبه ازاي؟ استريس عندنا عباره عن فورس على اريا، صح؟ فورس على اريا، الفورس بتاعتك دي على المساحه بتاعت مين؟ بس خلي بالك بقى مش الفورس بس، ده الفورس بلس كمان وزن القاعده، بتاخدها معاك في الاعتبار، 1.1. ومين كمان؟ وزن التربه كمان، ما هي دي تربه، التربه ديت ما هي وزن على القاعده. يبقى انا لو قلت اجهاد بي بلس ها وزن القاعده بلس التربه، يبقى انت كده بتتعامل مع مين؟ مع كيو جروس، دي اسمها كده كيو جروس. يبقى ده الاستريس بتاعك ككيو جروس، انما النت بقى ده الصافي، مين الصافي بقى؟ اللي هو عباره عن مين؟ البي مقسوم على الاريا بس، مش واخد معانا مين؟ لا تربه ولا واخد معاه وزن القاعده، وده اللي انا بصمم عليه اللي هو الكريتيكال بالنسبه لي، الصافي المسموح. خلاص؟ يبقى احنا كده عرفنا مين الفرق ما بين الكيو التمت والاول ونت وجروس. طيب السؤال بقى، انا لما اجي اصمم هصمم وركينج ولا هصمم التمت؟ وليه؟ ليه؟ علشان لو اشتغلت التمت هيبقى عندي الابعاد والدايمنشن كبيره جدا. عكست كده. انا اصلا نفسي نفسي ان القاعده بتاعتي تبقى كبيره. انا نفسي القاعده بتاعتي تبقى كبيره ليه؟ لان انا زي ما قلت لك في البدايه خالص، انا لو انا عندي العمود ده وقصرت على طول بيه منه على طول التربه، ايه اللي هيحصل؟ طب تخيل كده انت رحت ايه حاطط الحته اللي تحت ديت اللي انا ما اعرفش اسمها ايه، بس كبرت بيه المساحه اللي هي تحت العمود دي، فهتلاقي ان الاستريس ده بيتوزع على مساحه اريا، وبعدين الاريا ديت هتوزع على السويل. طب كل ما كبرت بقى القاعده بتاعتك كل الاستريس على التربه بقى ارحم واحسن وافضل. خلاص؟ فانا عايز ايه؟ انا عايز اكبر المساحه السطحيه. طب تعالى كده نثبت الكلام دوت، لما اجي اصمم وركينج ولما اجي اصمم التمت ايه اللي هيحصل؟ نعمل مقارنه كده صغيره. الوركينج الالتمت، انا عارف ان الفورس بتاعتي او الاجهاد بتاعي هو عباره عن مين؟ خلينا نكتبها كده عشان تفهم. الاستريس عباره عن مين على مين؟ عباره عن فورس على اريا. بس الاستريس ده انا بعوض عنه بكوميت اسمها كيو. كيو والفورس دي اسمها مين؟ بي. بي ايه؟ بي وركينج على مين؟ على الاريا بتاعتي. اريا وركينج. انما هنا في الالتيميت هتتعامل مع الاستريس كيو، بس مين على مين بقى؟ بي التيميت على مين؟ على اريا التيميت. خلي بالك الكيو اللي انت هتستخدمها هنا في الوركينج اسمها ايه؟ اللوبل. انما لما تيجي تتعامل مع ديت هتتعامل مع مين؟ مع الالتيميت، صح ولا لا؟ طيب تعالى، هو في مشكله ان انا المعادله دي يبقى شكلها عامل كده، بي التيميت على كيو التيميت، غلط ولا صح؟ ايوه صح. ليه؟ لان انا عكست بس البي مكان ايه؟ الكيو مكان الايه؟ ونفس الكلام ده برضه هعمله هنا، ان الاريا وركينج عباره عن مين؟ عباره عن البي وركينج على الكيو اللو، صح ولا غلط؟ طيب لو انا جيت هنا ورحت جاي على الاريا التمت دي وقلت هنا ده 1.5 البي وركينج، ورحت معوض بالقيمه ديت بتلاتة الكيو اللاوبل، صح ولا غلط؟ أنا عملت إيه؟ قلت إن البي التمت هي عبارة عن 1.5 الوركينج، اللي هي 1.4 و1.6، اللي هي 1.5، صح ولا لأ؟ طيب إيه ده بقى التلاتة كيو اللاوبل ديت هي عبارة عن مين؟ مش أنا قلت لك من شوية إن الكيو اللاوبل عندي
هي عباره عن كيو التيميت على من 2 ل 3، يبقى الكيو التيميت بتاعتك 3. انا خدت الكبير 3 في كيو مين؟ اللو اهو. طيب جميل جدا. هو انا عندي دلوقتي الواحد ونص على الثلاثه دولت بكام؟ بنص. البي ورك يعني البي وركنج على الكيو اللوبل هي عباره عن مين؟ عباره عن الاريا وركنج، صح ولا لا؟ اريا وركنج ايكوال الاريا مين التيميت. تلاحظ ان الاريا التيميت بقى بايه؟ بنص الاريا وركنج، صح ولا لا؟ بنص الاريا وركنج. هل ده انا عايزه؟ لا مش عايزه. يبقى انا اعرف كده ان الاريا بتاعتك اللي هتطلع بالوركنج اكبر من مين؟ من الالتيميت بالضعف. وانا عايز كده، عايز المساحه السطحيه بتاعت القاعده تبقى كبيره. يبقى اذا التصميم بتاعي هيبقى مين؟ هيبقى وركنج. تصميم يعني انت بتقول اريا كونكريت ومين؟ واريا ستيل، صح؟ مش ده ديزاين بالنسبه لي ان انا بطلع اريا كونكريت واريا ستيل. يبقى الاريا كونكريت هصممها على مين؟ على وركينج، مش كده؟ الاريا ستيل بقى الناس عارف بتطلعها بالالت. تاني؟ يبقى ايه؟ يبقى الاريا وركينج او الاريا الكونكريت بتاعتك بتطلعها بمين؟ بمعادلات الوركينج، انما لما بطلع الستيل اللي جوه الخرسانه نفسها بطلعها مين؟ الت. عشان اوفر. لانك لو استخدمت وطلعت اريا ستيل هتطلع حديد كمين؟ حديد كبيره. خلاص؟ فانا بطلع الاريا ستيل بمين؟ بالالتيميت، وطلع الاريا كونكريت وركينج. وضحت الصوره؟ جميل جدا. طيب تعالى كده مع بعض. بعمل الاريا هي بس وركينج. ايوه. وبشتغل ليه بقى الفكره زي ما قلت لك هنا ده الاثبات اللي انا مش بشتغل بيه؟ ايه؟ كبيره. انا عايز الاريا تبقى كبيره. بالظبط كده. لو انت صممت الالتيميت هتطلع الاريا كونكريت بتاعتك نص الوركينج، وانا مش عايز كده. وصل ولا لا؟ وصل. تمام. تعالى كده نفتح مع بعض تقرير تربه ونشوف محتويات تقرير التربه. لانك انت لو شغال في اي مكتب مفروض قبل ما بتصمم وتعمل اي حاجه بتروح تعمل ايه؟ بتطلع تقرير تربه. مفروض بتطلع تقرير تربه. التقرير التربه دوت بيعمل ايه؟ الراجل بيجي واخد بعضه معمل سويل، بيجي واخد بعضه ونازل واخد جسات. الجسات دي كام جسه؟ الكود قال لك على حسب الاريا بتاعتك. الاريا بتاعتك لو 300 متر قال لك تاخد جسه واحده فيما لا يقل عن جسّتين. يعني اقل مساحه من الاخر كده لازم تاخد جسّتين. من الاخر يعني. خلاص؟ على حسب بقى المساحه بقى بعد كده بقت من 300 ل 500 بقت. النجم وصل. النجم بتاعنا وصل. بدري يا باشا. احنا مستنيينك على فكره. شوف عمال تسخن الناس عليا ولا ايه؟ على الجروب. وانت مفكر كده انت بتسخن الناس وانا هقول لا معرفش هو كش وارجع ورا مش هين. والله يبقى انت عارف انا مره والله مش مره مرات حصلت ظروف مشابهه زي كده. انا بقول لك حصلت ظروف مشابهه. انا جاي من رشيد على فكره. جاي من رشيد. يعني انا مش جاي من البيت. انا جاي من رشيد معايا مشروع هناك فجاي من. انت متخيل بقى الطريق عامل ازاي؟ انت واخد بالك؟ حصلت معايا على فكره مواقف زي ديت كتير وكنت باجي الاقي واحد حاضر اشرح وزي الفل وتمام ونبقى راجعين على فكره. بس ما شاء الله عليكم يعني الناس كلها كده. المهم يبقى بننزل ناخد جستين لاي حته ارض. طب الجسات دي بياخدها ازاي؟ يعني انا دلوقتي عندي قطعه ارض. لا مش كتير قوي. عايز اخد جستين اخدهم فين؟ بيتوزعوا. انا مثلا بدي اخد حته مثلا هنا واحده هنا. طب لو هم ثلاثه تاخد مثلا واحده هنا واحده هنا واحده هنا بتوزع العدد الجسات ده. طب الجسه دي بتتاخد على بعد قد ايه؟ طبقا للكود. يعني الراجل بيعمل ايه؟ بيجي نازل بالمكنه بتاعته وينزل تحت يطلع مين؟ يطلع العينه. بيطلعها على مسافه قد ايه من الارض؟ المينيموم 10 متر. بس هي ليها حسبه في الكود للايزوليتد فوتي. ها؟ من لا مش البايل، انا بتكلم على الايزوليتد فوتي. من 3 ل 5 العرض الصغير بتاع القعده. من 3 يعني انا دلوقتي القعده بتاعتي مثلا 3 في 3 يبقى العرض بتاعي 3. يبقى 3 في 5 من 3 بقى ل 5. 3 في 5 الرقم ده. ف 3 في 5 ب 15 و 10 يبقى اخد الكبير فيهم مثلا. يبقى الجثه بتتاخد على مسافه كام؟ 15 متر. 15 متر. طيب لو التربه بتاعتي ايه؟ ايوه في التربه الطينيه.
في التربه الطينيه. طب لو التربه بتاعتك صخر او لو هي رفت الاول، يا لو ايزوليتد فوتنج انا عرفت مين من 3 ل 5 مين العرض بتاع القاعده الصغير. قول هو دلوقتي انا مش عارف هو لا عارف طبعا هم بيبقى حاسب الكلام ده. لا مثلا انا دلوقتي انا بعمل الجسات دي مش بعمل التطبير بالظبط صح؟ اه طبعا. ما انا التطبير اللي عملته ده مثلا انا اخدت ما هو على حسب هو ارتفاع المبنى بالنسبه لك شكله عامل ازاي؟ يبقى ليه نظره بالظبط هو ثلاث ادوار ولا دورين ولا ما اعرفش مين وهكذا. مثلا مثلا محدد على ما هو الكود حطها لك بقى ما يقلش عن 10 متر للاخر. في حاجه كمان برضه هو الجسر هو شغال متابعه لو ما يوصل للتربه المستويه. ايوه قوية. لا هو ما يعرفش هو بينزل يجيب عينه وبعد كده يروح يحللها في الموقع. العينه في السايت بيبقى فيه دليل في السايت طبعا. ما هو طبعا بيعمل لها اختبارات العينه دي. هي في حاجه ثانيه كمان يعني مثلا لو انا بنزل لقيت تربه رمليه يبقى لازم العمق التربه الرمليه 10 متر مثلا بالظبط كده لازم تضرب فيها 10 متر. لو تربه صخريه مثلا لازم تضرب فيها 4 متر طبقا للجول. ما احنا لسه بنقول اهو لو قواعد ايزوليتد يبقى من 3 ل 5 العرض الصغير. طب لو هي رفت 1.5 العرض الصغير بتاع الرفت لان الرفت بتبقى كبيره. لو انا مقرر ان انا هعملها ايه؟ طب لو هي صخر 1 4 لازم تنزل تحت 4 ما تقلش عن 4 لان التربه صخريه اصلا. انت واخد بالك؟ طب جميل. ايه اللي بيحدد نوع الفونديشن اللي هستخدمها؟ الوزن بتاع المنشا ولا التربه ولا طب سؤال كويس. هو انا ازاي ما هو زي الفل السؤال ده. هو ازاي ان انا احدد اصلا الاول القواعد بتاعتي هتبقى ايزوليتد فوتين ولا تبقى رفت ولا تبقى اصلا باي دي فعلا حسب التاسيس. لا حاجتين التجربه اللي عاملها بينهم وبعض لا هو قانون واحد اللي هو بيصل الديب من الشمس. لا هو قانون واحد. القانون ده هو عباره عن ايه؟ عدد المربوط عدد الاعمال. ايوه لا مش عدد الاعمال. بتروح تجيب الاريا فاونديشن. الاريا فاونديشن هي عباره عن مين؟ سمشن البي ووركينج بتاعت الاعمده مقسومه على الكيو اللون. لو طلعت الاريا بتاعتك دي اقل من 67% يبقى قواعد مين؟ شالو فاونديشن. ولو الاريا بتاعتك ما انا كده بحدد بقى نوع الاساس اهو لو اكبر من او تساوي 67% يبقى على طول مين؟ لا رفت. ولو الاريا بتاعتك اكبر من 100% يبقى على طول مين؟ دي فاونديشن. يبقى دي اللي انا بحدد من خلالها مين؟ نوع الايه؟ النوع بتاعي هو هيبقى الشالو فاونديشن ولا رافت ولا ديب فاونديشن. خلاص بتحسب بتجيب عندك الاحمال بتاعه الاعمال. طيب ما انت ممكن تسالني سؤال تاني برضه هو الراجل هيجيب اصلا منين ها البي ووركينج بتاعه الاعمال؟ هو ما صممش اصلا ازاي هو ما عندوش منشأ اصلا؟ لا عنده ما عندوش ما فيش منشأ عنده ما عارف دورين ثلاثه. ايوه اجيب بقى الحين ازاي بقى بيتاخد تقريبا بطريقه الاريا ميثود. طريقه الاريا ميثود اللي انت درستها في الكليه صح؟ طريقه تقريبيه مش كده؟ يجيب بيها مين؟ البي ووركينج بتاعتك ويقسمها مين؟ كيو ال لو اللي احنا طلعناها من شويه ويطلع بقى يشوف يحدد مين؟ بس خلاص؟ تعالى كده نشوفه. المفروض بقى الراجل ده بيجي نازل واخد العينه بتاعته على بعد مثلا ما يقلش عن 10 متر، خلي بالك ما يقلش عن 10 متر في كل الاحوال. خلاص؟ يجيب العينه، العينه دي ممكن تبقى في عينه اسمها عينه مقلقله وعينه غير مقلقله. ايه العينه المقلقله دي؟ اذا التربه الرمليه مثلا ايوه تبقى يعني لما بتطلع بتتلفش بالظبط بتتفك مفيش تماسك. انما الغير مقلقله ديت في تماسك في مين؟ في كوهيزن ما بين بالظبط كده. فانا باخد طبعا انا بعمل الاختبارات ديت في اختبارات كتيره جدا هقولها لك هنا دلوقتي. بس قبل ما اقولها لك تعال نشوفوا الراجل بيعمل ايه الكلام ده في الموقع ازاي. فيديو بيوضح لك عمل الجسات. ايوه خلي بالك فيه لما تيجي تعمل الجسات ده فيه انواع من اخذ الجسات يعني يمكن دي احدث يعني في انواع ثانيه اللي هو كان بيعمل ايه بيجيب اللي هو الماسوره ديت ويقعد يلف مع بعض. خلاص تعالى برضو نشوفوا فيديو كمان قبلها.
اهي اهي. Hi, this is Zach Mulder. We're here at the second borehole site here at Mondo's house. We've drilled to about 12 meters or so so far, but we'll go down to again about 20 meters deep. And they use an auger type system where they have a drill bit at the bottom of these pipes, and the twisting motion breaks up the earth and breaks it. They're then cycling water through the top and cycling. على حسب نوع الاساس لو هي مش متر 10 متر ما بين 10 متر ما بين 10 متر لو هي مش متر خلاص. طب لو هي ده لو واحد نص متر نص العرض الصغير بتاعها اصلا وهكذا يبدا ياخد العينات دي طبعا زي ما قلت لك على حته بس باثنين ونقولهم بدون فين نروح بقى نتكلم ايه العينات دي. بعد ما نختبر العينات دي بقى تعالى كده يطلع لك التقرير بتاع السويل. تعالى كده نقرا التقرير دوت عشان لازم تعرف تقراه ونشوف محتوياته اللي انت بتختارها واللي انت بتاخدها في ايه. ايوه طبعا على حسب المكتب هو محترم ولا مكتب اي كلام. يعني انا عملت مره بس الكلام ده كان لسه كنت لسه في اولى مدني كنت لسه صغير وما اعرفش اي حاجه. فكان في واحد مهندس كان بيقول لي روح لفلان يعني سي من الناس اعمل عنده التقرير. سي من الناس ده كان اول ما اروح كان يديني على طول تقرير التربه من غير ما ينزل ولا يعمل ولا ياخد اي حاجه. هو تقرير التربه وخلاص. اي تقرير تربه ده حقيقي على فكره ده حقيقي. انما تقرير التربه المحترم المفروض ينزل الموقع يعاين وياخد عينات ويروح يختبر. وخلي بالك يمكن جامعه اسكندريه عندنا بتعمل الكلام ده لان فيها معمل سويل. الجامعه عندنا كليه الهندسه عندك برضو من الحاجات او من المكاتب اللي موجوده عندك مكتب دكتور محمود عبد الفتاح عندك مكتب دكتور فتحي عبد ربه. المكاتب دي كلها بتطلع تقارير سوري خلاص. فالمفروض وطبعا مكتب دكتور حسن ابو سعده الناس دي كلها مكاتب شغاله بتعمل التقارير خلاص. المهم يعني تعالى كده نقرا التقرير بتاعنا بغض النظر بقى مش عايزين خليها بينه وبين بعض. بيقول لك ده الهيئه يعني يبدا يكتب لك كده يقول لك ما اعرفش تقرير فني لابحاث التربه والتوصيات التاسيس لمشروع انشاء كذا 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 محافظه كذا. ويبدا يقول لك ادي المحتويات. المحتويات بتاعتك عباره عن مقدمه طبيعه المشروع اعمال الجسات والاختبارات الحقليه الفيلد تيست. بيعمل اختبارات حقليه واختبارات مين معمليه خلاص. وطبعا كل الاختبارات دي المفروض انت اخذتها في الكليه في سنه ثانيه مدني ترم ثاني خلاص. تعال نشوفه ايه بقى الاختبارات دي. اختبار اللي هو التدريج الحبيب خلاص سيف اناليسيس. وعندك اختبار تعيين حدود اتروبوري اللي هو مين اختبار اللي انت بتطلع بيه الليكويد ليميت والبلاستيستي اندكس والكلام ده. وبعد كده اختبار التحليل الكيميائي شوف السويل بتاعتك خلاص. وصف طبقات الارض بتاعتك عمق المياه الجوفيه لو عندك مياه جوفيه. توصيات بقى التاسيس دي اللي انا عايزها بقى دي التوصيات اللي هيبدا يقول لك الاساس بتاعك هو نوعه ايه وعمق الحفر بتاعك ايه والكيو ال اول بتاعتك تاخدها كام. الملحقات بقى بيديك ملحقات كروكي الموقع العام ارسم لك كروكي. وبعدين رموز ومصطلحات. الرموز والمصطلحات ديت بيعمل لك ايه رمز مثلا اللي هي التربه الطينيه بيبقى شكلها عامل ازاي. وعلى فكره الكلام ده بيبقى ستاندرد من الكود. التربه الصخريه بيبقى شكلها عامل ازاي عشان يقدر يرسم لك شكل مين ها الشكل بتاع السويل بتاعك خلاص اللي هي على بعد مثلا 10 متر او 15 متر. وبعدين يقول لك القطاع اللي هو في القطاع الجس. وبعد كده النتائج التجارب المعمليه. تعالى كده بيقول لك المقدمه تم اعداد هذا التقرير بناء على طلب الهيئه العامه للابنيه التعليميه. طبعا لو انت اللي طالب التقرير دوت كمهندس فلان يقول لك تم اعداد هذا التقرير بناء على طلب المهندس فلان الفلاني او مكتب فلان الفلاني او شركه فلان الفلاني وهكذا. وذلك لعمل ابحاث التربه وتوصيات التاسيس في موقع انشاء مدرسه كذا او منزل كذا خلاص. وبعد كده يوضح هذا التقرير اعمال الجسات والتثقيب وانواع طبقات التربه طبيعه المشروع بتاعك المشروع المزمع انشاء على قطعه ارض المذكوره في البند كذا عباره عن انشاء كذا اعمال الجسات كما هو موضح بقى رسم لك كروكي للشكل وغير لك كمان الجسات بتاعتك وغيرها فين. فانه تم تنفيذ عدد ثلاث جسات جستين بعمق كام 15 متر. يبقى اذا انت حسب لك مين حسب لك تقريبي القاعده بتاعتك ممكن تبقى 3 في 3 ف 3 في 5 ب 15 وطبعا ما تقلش عن 10 في كل الحال في كل الاحوال يعني خلاص.
بمبنى وجسب عمق 10 متر للسور خلاص وهكذا. تم استخراج ايه بقى؟ عينات غير مقلقله من طبقات التربه المتماسكه، وحفظها طبعا بتحفظ في شمع عشان ما تفكش خلاص، ونقلها للمعمل. تمام. تم استخراج عينات مقلقله من طبقات التربه المفككه ونقلها للمعمل لاختبارها. كما تم استخراج عينات من التربه عند ملاحظه حدوث اي تغيير في طبقات التربه اثناء الحفر وهكذا. اختبارات الحقليه الفيلد تيست، ها قال لك اختبار مين اللي هو الباك بارامتر تيست، اختبار هذا الاختبار على جميع العينات المقلقله، هو تم استخراج طبقات الطين الطم، وهو اختبار سريع لتعيين قيمه اجهاد الايه الغير محاط للطبقه الطينيه. اختبار مين؟ الستاندرد بنتريشن تيست اس بي تي، الاختبارات برضو المهم. اختبار ديناميكي حيث يتم استبدال جهاز الحفر داخل الماسوره بمعلقه الاختبار القياسي خلاص. الاختبارات دي برضو زي ما قلت لك انت لو دخلت سرشت عليها هتلاقي الكلام ده موجود، او لو رجعت بس الكورس تاني يا مدني ترم تاني هتلاقي كل الاختبارات ديت انت اخدتها. الليبر تيست اختبار بقى مين؟ التدرج الحبيب خلاص، اللي هو المار بقى من مدخل ما اعرفش 200 وهكذا. اختبار التعيين اللي هو الخاص بالليكويد ليميت والبلاستيك ليميت خلاص، اللي هو اقصى محتوى للرطوبه واقل محتوى للرطوبه في السويل. تحليل الديناميكي، وبعدين وصف طبقات الارض بالموقع. قال لك بص بقى ده المهم بقى، قال لك من واقع التوصيف البصري للعينات المستخرجه اثناء حفر الجسات والتي اكدت اختبارها الاختبارات المعمليه، فان التربه بالموقع والذي يستوي مع منسوب الشارع تتكون مما يلي. قال لك ظهر من سطح الارض الطبيعيه بالموقع عند موضع الجسات الثلاث طبقه من الردم السطحي المكون من طين طمي رمل وكسر حمره، واعتمدت العمق يتراوح من متر الايه. طبعا الكلام ده نظري بيقوله، بس هو هيرسم لك قطاع في الجس عشان يقول لك الكلام ده. طب بعد كده قال لك برضو عندك مين؟ عمق المياه الجوفيه، وبعد كده توصيات التاسيس. ده المهم بقى. قال لك ايه؟ قال لك بعد مراجعه القطاعات الجسات الثلاثه، هو خد ثلاث جسات زي ما قال فوق. قال لك اولا يتم حفر كامل المسطح للاساسات المبني لعمق كام؟ يبقى عمق حفر كام؟ متر ونص من منسوب الشارع برفرفه قدرها 50 سنتي خلاص، نص متر. بس خلي بالك الرفرفه ديت مش بمزاج الراجل ده، هو بيقول لك اعمل رفرفه نص متر، بس انت بقى كمهندس استراكشر مش هينفع ايه؟ تنفيذيا صعب. لا مش حكايه تنفيذيا، تصميميا ممكن كمان ما تنفعش، انها ممكن تولد لك اديشنال مومنت فتزود لك التسريع زي ما هنشوف الكلام دوت في الوحده الثانيه. لان خلي بالك برضو احنا لما جينا درسنا موضوع القعده درسنا الاسترس بتاعك كان شكله عامل ازاي؟ الاسترس هنا يونيفورم، وده يعني مفيش رفاهيه الكلام دوت، مش هتحصل كتير معاك. ليه؟ لان انت عندك الفورس بتاعتك ايه؟ فيرتيكال. انما انت لو عندك كمان مومنت ايه اللي هيحصل؟ القعده ديت هيحصل لها ابليفت، هتتقلب، وبالتالي شكل الاسترس ممكن يبقى شكله عامل كده. اهو مش انا قلت لك ان المومنت ده بيتفك قوتين، واحده كومبريشن واحده تنشن، والبي ديت بتتوزع هنا شويه وهنا شويه. فدي مع ديت البي مع ايه؟ مع السي، هيبقى هنا مين؟ هتبقى اكبر. انما هنا عندك شويه كومبريشن ومين؟ وتنشن لفوق، فهيطرحوا من بعض، فممكن يبقى شكلها كده، يبقى الكومبريشن اكبر من التنشن فيبقى شكلها عامل كده. وممكن يحصل ايه؟ يبقوا قد بعض. يبقى هنا الكومبريشن قد التنشن، فهنا بتبقى الاسترس بتاعتك بكام؟ بصفر. اسود حاله ممكن تحصل لا اللي هو يقلب كده، ساعتها ايه اللي هيحصل للقعده؟ هيحصل لها ابليفت. فلازم بقى ايه؟ تشوف بقى هو الابليفت ده مسموح بيه ولا غير مسموح بيه؟ علشان بعد كده بقى الخطوه اللي بعد اتصرف ازاي؟ اتصرف ازاي لو انا القعده ديت حبت تلف والاسترس ده كان عالي؟ اعمل ايه بقى؟ انا عارف انا وانت ان التربه بتاعتي ما بتشيلش غير مين؟ كومبريشن وفريكشن، ما بتشيلش تنشن صح؟ يبقى القعده ديت لو حبت تلف بالشكل ده انا هسمح لها يحصل لها قلاوة ابليفت، هسمح لها. ليه؟ لان انا كده بفهمه بقول له التربه مش هتقدر تشد القعده. انت بقى انا الجا بقى اعمل ايه بقى؟
ممكن اعمل بايل، اعمل بايل تشيل مين؟ تنشن ده. تقدر تشد مين؟ وظيفتها بس عشان تشد مين؟ القاعده، ما تتحركش ما تلفش. واصله؟ الطيبين برضه يشيل. الطيب طيبين. طيبين مش قوي، ممكن ما يشيلش التنشن بتاعك ده، ممكن ما تحتاجش اصلا الفورس بتاعتك، التنشن دي تبقى كبيره جدا. اه لو خلاص؟ فبالتالي طبعا ابدا افكر ان انا اعمل ايه؟ اعمل البايل ده كبايل ايه؟ فريكشن علشان يشيل مين؟ التنشن بتاعه. خلاص؟ تمام. فقال لك هنا بقى ايه؟ قال لك لوس لومتري ان امكن ذلك، بص مع عمل الاحتياطات اللازمه لتامين المشروع الشوارع المحيطه والمباني المجاوره اللازم الامر. ليه؟ انت ممكن مثلا مسموح لك تعمل رفرفه فتدخل في الطريق، والطريق ده فيه كابلات وفيه معرفش صرف وبتاع وهكذا، فمش مسموح لك انك تعمل رفرفه، بالتالي يبقى انت هتعمل ايه؟ اخرك البلوك ليميت بتاعتك، الحدود بتاعتك. قال لك نوصي بتصميم وتنفيذ نظام مناسب لتخفيض منسوب المياه الارضيه، اللي هو مين؟ الدي ووتر يعني. ده ان احتاجته، ده لو في ميه، وطبعا لو في ميه هو هيقول لك عليه منسوب الميه، يعني فوق اهو ايه؟ اهو وقت القيام باعمال حفر الجسات ظهرت المياه الجوفيه واستقرت على عمق متر من منسوب سطح الارض الطبيعي وقت تنفيذه، يبقى لازم احتاج دي ووتر عشان اسحب الميه دي. بس خلي بالك الدي ووترنج ده علم لازم تاخد بالك منه، لان انت ممكن حضرتك بقى فرحان تشد الميه فتشد اللي تحت الجار. يعني انت متخيل مثلا المبنى بتاعك يبقى في حاله اتزان مفيش مشكله وتحتيه ميه، بس رد فعل الميه اللي تحت كبير اكبر من الاوزان، فعامل استابيلتي لمين؟ للمبنى. انما حضرتك بقى رحت انت جاي من هنا، رحت مركب المكن بتاعك ورحت شادت مين؟ الميه بتاعتك، فقعدت تشد الميه اللي تحت جارك، راح في داهيه، راح في داهيه. خلاص تمام. يبقى ايه تاني بعد كده؟ قال لك يتم انزال بقى، بيحط بقى احلال، لان عندك ميه فلازم يعمل طبقه احلال. طبقه الاحلال دي بيتم انزال طبق من الزلط او السن المتدرج بسمك كام؟ 30 سم لتثبيت قاع الحفر وحمايته من التشقق بفعل العوامل الجويه. طبعا بعمل اختبار دمج، بعمل اختبار دمج للتربه بتاعتي، بدمجها، بجيب الهراس ويقعد يهرس مين؟ الارض او التربه بتاعتي لحد ما ادمجها صح. ده اختبار على فكره من ضمن الاختبارات اللي هو الكومباكشن او البليت لودنج تيست، بيجيب اللي هي العينه اللي هي البليت بقياس معين ويقعد ايه يدمجها. ايه يدمجها؟ على فكره على ثلاث طبقات مش طبقتين، ثلاث طبقات. اول طبقه 30 سم وبعدين طبقه كمان ممكن لو محتاج وهكذا. خلاص. يبقى خلي بالك ممكن على فكره تعمل دمج للتربه وتاني يوم تلاقي البتاع بقى حمام سباحه فطلعت الميه تاني، فلازم تعمل ايه؟ هتعمل دي ووترنج مره تانيه وتعمل ايه؟ وتدمج. خلاص تمام. قال لك اجهاد بقى، هي وهو ده اللي انا عايزه بقى، ده اللي انا هصمم عليه. قال لك اجهاد التاسيس التصميم المسموح به، المسموح به اللي هو كيو مين؟ اللابل او الكيو نت الصافي المسموح الامن. خلاص. يبقى اجهاد التاسيس التصميم المسموح به على سطح طبقه الزلط او السن اللي هو من عند الطبقه اللي هو انا عملتها لها كومباكشن. خلاص. عند منسوب التاسيس المقترح لا يزيد عن كام؟ عن 1.25 كيلوغرام على سنتيمتر سكوير، بمعنى ان كل متر او كل ولي سنتي في سنتي شايل 1.25 كيلوغرام. مسموح لك كل متر، كل سنتيمتر، كل سنتي في سنتي يشيل 1.25 او ممكن ها كام 12.5 طن على المتر سكوير. يعني المتر في متر شايل كام؟ 12.5 طن، او لو ضربت في 10 كمان في الطن تطلع 125 كيلو نيوتن على المتر سكوير، دي كلها وحدات. خلاص. المهم انا جبت المعلم ده، ابدا بقى اصمم بقى. بعد ما جبت الحاجات دي ابدا اروح اعمل ايه؟ اصمم الاواعي بتاعتي. خلينا بس ننزل تاني كده. قال لك بص كده، تستخدم اساسات ايه؟ على هيئه اواعد منفصله من الخرسانه المسلحه. اذا هو قال لك ايه؟ قال لك ان الاواعد بتاعتك ايه؟ اواعد منفصله ايزوليتد فوتنج. خلاص؟ من الخرسانه المسلحه ترتكز على اواعد مماثله من الخرسانه العاديه، حدد لك يحددها مين؟ مش هو، انت اللي بتحددها كمهندس انشائي، لان انت لو الخرسانه العاديه بتاعتك اقل من 20 سم ما بتدخلش معاك في التصميم. يبقى شكلها عامل كده.
ايوه ادي القاعده بتاعتك وادي مين. لو القاعده بتاعتك اللي هي البلين كونكريت دي اقل من 20 سنتي ساعتها الاسترس بتاعك هيتوزع على مين على طول؟ على المسلحه وينزل بالشكل دوت على الطرق. خلاص؟ لا وجود لمين؟ للخرسانه العاديه لان سكنسها اقل من كام؟ طب لو هي ازيد من 20 سنتي ساعتها هيتوزع هنا وبعد كده يتوزع على زاويه 45 يمين وبعدين ينزل على الطرف. فلازم تدخل معاك في التصميم لو هي اكبر من كام؟ من 30 سنتي. طيب والرفرفه طبعا بتاعت العاديه هي مين؟ هي سكنس العاديه. خلاص؟ خلي بالك احنا اغلب الشغل بره ما بيعملش الكل قاعده، بيعمل كلها حصيره واحده فرشه نظافه بالكامل. ليه؟ لان الموضوع ده هيبقى متعب اصلا في التنفيذ، انك ترفع لي 20 سم وتعمل لها شاترنج وما اعرفش تصب وبعد كده المسلحه وهكذا. لا هو بيعمل فرشه نظافه كامله للمسطح كله وبعد كده بقى بيعمل ايه؟ المسلحه. خلاص؟ قال لك قال لك تربط القواعد المنفصله بميل ارضيه جاثئه وبتسليح سفلي وعلوي متماثلين. ليه؟ يعني احنا دايما بنفتح اللوحات بنلاقي السملات تسليح علوي وسفلي 4 16. ليه جت منين؟ وليه ثابته؟ هو ده بقى بس الميل او السملات وظيفتها الاساسيه مش تشيل الحيط، وظيفتها انها تشيل الديفرنشال سيتلمنت. طب خلي بالك ايه الفرق ما بين الديفرنشال سيتلمنت وما بين الجنرال سيتلمنت اللي هو الهبوط الكلي؟ وانهي افضل فيهم؟ الكل طبعا. ليه؟ لان اصلا لو انا عندي الدور بتاعي كله غطس تحت اللي هو الدور ده مش فارق كده كده هيحصل. ايوه بالظبط. بيحصل كام بقى الكود؟ قال لك في القواعد العاديه او القواعد المسلحه ايزوليتد فوتنج طبقا للكود، عارف مسموح بقد ايه جنرال سيتلمنت؟ 15 سم. خلي بالك رقم 15 سم ده عبيط، ده لو قواعد كتير كتير 15، يعني في الكود الامريكي 5 والكود الاوروبي 5. طب اشمعنى احنا 15 سم مسموح بيه؟ لانك عندك اصلا الدلتا وشرق التفريع والكلام ده اصلا المكون الطين ده جاي من النيل وروافد النيل وهكذا. فطبعا هو لو خلاها 5 زي الاكواد اللي بره الناس هتلاقي مثلا عامل دورين عاملهم على خوازيق، واحنا ما عندناش الفلوس يعني اللي مش عارفين نوديها فين عشان اعمل مبنى دورين او دور اعمله على بايل. خلاص؟ فعطيهولك مين؟ عطولك 15 سم. خلاص؟ للرفد بقى 5 سم. الرفد 5 سم. الميت بتاعتك 2 سم. طيب لو انا بقى عندي المصيبه بقى الديفرنشال سيتلمنت. الديفرنشال سيتلمنت ده بتحسبه ازاي؟ انا دلوقتي بس يعني ايه الميت بتاعتك؟ يعني لو في ميت يبقى 2 سم. الميت لو حصل لها هبوط ما انا عاملها عشان الهبوط، بس افترضنا انها حصل لها هبوط مسموح لها ب 2 سم. خلاص؟ طيب الديفرنشال سيتلمنت بقى هي بتبقى عندك نقطتين. النقطه الاولى لو افترضنا مثلا حصل هبوط عندها مثلا وليكن 10 سم، والنقطه الثانيه مثلا حصل عندها 15 سم. عندي المسافه، خلي دي 10 طبعا ودي 15، المسافه عندي اللي هي ال، فاقوم اجيب الفرق ما بين الهبوط اللي هو هيبقى كام؟ 5. 10 من 15 واقسمها على مين؟ على ال، واقارنها بكام المسموح بيه؟ ال او 1 على 500. 1 على 500 يبقى الديفرنشال سيتلمنت مسموح لك بكام؟ 1 على 500. تجيب فرق الهبوط وتقسمه على المسافه، يعني انت عندك القاعده اهي، القاعده دي هيحصل هبوط عندها هنا بمسافه كام؟ 10 سم، ودي 15. اجيب الفرق اللي حصل واقسمه على مين؟ على العرض بتاع القاعده او الطول بتاع القاعده، وده ما يزيدش عن كام؟ عن 1 على 500. ده مين؟ ده الديفرنشال سيتلمنت. طيب اتفضل. ما هو ال 100 ديت لا هتعمل ايه؟ السملات. ايوه السملات. السملات ديت هتعمل ايه؟ لما القواعد تحب تهبط هتهبطهم كلهم حاجه واحده. بس لو هبطوا مسموح لها ب 2 سم ال 100. انت واخد بالك؟ لكن لو قاعده لوحدها مسموح لها طبقا لكل قاعده لوحدها بتصممها تنزل 15 سم. لو ما فيش ميل. لا هو طبعا اكيد في ميل ما ينفعش اصلا زي. بس خلي بالك احنا هنيجي دلوقتي المصطلح تاني الفرق ما بين الميل والسمنت. ايوه ايه الفرق بقى ان انا اعملها فوق
وان انا اعملها تحت في منسوب مين؟ الاساسات بتاعتي. هنشوف الفرق كمان شويه، لان طبعا حته ان هو يقول لك ان انا بحط تسريع علوي وسفلي متماثلين دي مش كلمه اعتباط، لا ده علشان مين؟ عشان زي ما قلت لك السيتلمنت اللي هيحصل. ومش بس كده، هي مش السمنت ده مش ممكن يحصل له ابليفت، اه عشان كده قال لك التسريع العلوي زي السفلي، فالابليفت برده مسموح له 2 سم بنفس القيمه بتاعت مين؟ السيتلمنت. عشان قال لك عشان كده قال لك التسريع العلوي زي السفلي بالظبط. اتفضل. عايز اشوف في الرسمه على نفس القاعده بس كورنر وكورنر. هو الديفرنشال سيتلمنت بيبقى قاعدتين مختلفتين مش نفس القاعده. ايه؟ لا القاعده الواحده. انا بتكلم على القاعده الواحده. القاعده الواحده مش ممكن يحصل لها سيتلمنت لوحدها؟ اوفر تيرم. اه ما هو ده هو ده الديفرنشال سيتلمنت بتاعها. اه بس هو المصطلح الديفرنشال سيتلمنت على الفاونديشن يعني ده مثلا دي قاعده ودي قاعده فحصل بينهم. انا ما بتكلمش دلوقتي على ما هو بالظبط بنفس الشكل برضه. نفس الشكل. اه خلاص انا بتكلم لو هي قاعده واحده وحط بالظبط كده المسموح بيه واحد على 500 هي برضه لو عندك قاعدتين جنب بعض وحصل دي فرق فروض برضه ما يقلش عن واحد على 500 المسافه ما بينهم فرق المسافه فرق ولا الديفرنشال سيتلمنت على الايه المسافه ما يقلش برضه عن كام؟ واحد على 500 خلاص تمام. قال لك خلي بالك بقى بص ولا يقل قطاعها يعني يقول لك قال لك ولا يقل قطاعها عن كام؟ عن 30 في 70 او طبقا للتصميم الانشائي انت اللي هتحط انت كمهندس ديزاينر انت اللي بس هو بيوصي يقول لك ما تقلش ليه لان لازم تبقى جاسيه ليه لازم تبقى جاسيه مش عشان تشيل تبقى في طرف ما بينها ايوه عشان تحرك الاواعد كلها حاجه واحده مع بعض يعني زي ما هنشوفه كده في المصطلح لما ندخل كده في الوحده الثانيه في حاجه اسمها سباندرال بيم او كابلنج بيم دي كاميرا بتبقى رابطه ما بين اثنين شير وول بتبقى رابطه ما بين التو شير وول ودي لازم تبقى جاسئه جدا عشان لو ما بقتش جاسئه مش هتشغل التو ايه تو شير وول مع بعض بنفس الحركه نفس الكلام خلاص. قال لك بقى السور نفس الكلام بعد كده بص بيقول لك بقى الملحق بقى بتاعك اهو ده مين ده الكروكي وطبعا جايب لك ادي شكل الايه الجسه اهي ودي جسه اهي ودي جسه الثانيه للسور خلاص. الرموز والمصطلحات بص بقى كده خصائص التربه الرمليه بتيجي من الجداول، الجداول دي طبقا للكود المصري فبتحسب عدد الدقات اللي هي الان لكل 30 سم من 0 ل 4 بتبقى ايه؟ وصف حاله الرمل بتبقى ايه؟ سائبه جدا خلاص؟ الكثافه النسبيه بتحسبها ويحسب لك زاويه الاحتكاك اللي هي الفاي فريكشن انجل وبعد كده يحسب لك من 4 لو طلعت من 4 ل 10 تبقى كذا. بعد كده خصائص التربه الطينيه اللي فوق كانت الرمليه يعني اذا الفاي والايه والسي بيديها لك مين؟ تقرير التربه خلاص؟ تمام. خلي بالك في معامل المفروض الكود يديهولك بس ده باعتبار ان انت كراجل ديزاينر قلت اصلا لتقرير التربه انا عايزه اللي هو بيسموه سب جريد مودلس. سب جريد مودلس ده هنعرفه في الوحده الثانيه هو بيتاخد برقم كده ايه تقريبي من كتاب اسمه باول بس المفروض ده بيتحسب. يعني المفروض القيمه دي بتتحسب ما بيتاخدش اعتباطي بالشكل ده اللي احنا بناخده. خلاص؟ بعد كده اه بص كده الرموز بقى اختبار الاختراق القياسي عشان تقدر تقرا ما هو بس ده جدول انا عايز القيمه من هي ما هو يا ابني بيقول لك على حسب بقى مين التربه هو بيدق على التربه بص عاطي لك خواص للتربه الطينيه فجايب لك مين ده مين ده عباره عن السي طب اللي فوق ده كان مين كان الفاي خلاص بس اعطاها لك بقى على الطبقات بيقول لك الفريكشن انجل بتاعت الطبقه الاولى كذا 29 ولو هي من خلي بالك هو بيقول لك لو التربه بتاعتك من 4 ل 10 يبقى ساعتها هتتاخد بكام؟ من 29 ل 30 خلاص؟ لان ده بيحسب يعني احنا لازم تحسب السي والتي دوت عشان تحسب لما ندخل في الوحده الثانيه في موضوع الريتيننج وول تحسب الكي بي يعني الشير وول ده بتاعك هيبقى بالانس ولا هيبقى ات ريست ولا هيبقى اكتف ولا باسيف الكلام ده برضه هنعرفه لما يبقى عندك ريتيننج وولز للمشروع خلاص تمام. بعد كده المصطلحات بقى بتاعتك بيقول لك الاختبار القياسي ده الاختراق القياسي ده عباره عن عدد الدقات بتاعك ايه نسبه الاختراق وهكذا بقى المعاملات دي كلها لازم ده مهم جدا. تايب اوف سويل بيقول لك السويل على الشكل بتاعك دوت فيل بتاعتك يبقى اسمها فيل دي اسمها كلي لما يعملها لك على زاويه ايه 45 بالشكل ده داش كده يبقى سيلت ساند يبقى بالشكل ده جرافل بيبقى بالشكل ده عشان لما تيجي تنزل للقطاع بتاع الجسه ادي جسه رقم واحد
جس رقم واحد بص لحد منسوب كام هو واخدها 15 متر وعطيلك بقى بص قال لك العمق بالمتر قطاع الجسة مين دول اشكال اللي انت شفتها فوق خلاص رمل بقى ولا زلط وهكذا هو كاتب لك نهاية الطبقة عدد الدقات القياسية وطبعا عدد الدقات القياسية بيجي باختبار اللي هو ايه بنتريشن اللي هو الاس بي تي خلاص ستاندرد بنتريشن التربة الرملية خلاص بيقول لك رد طين وطمي وكسر ما اعرفش ايه وبعد كده الطبقة اللي بعد كده طين طمي بني شديد التماسك ده كله طلع من مين من الاختبار اللي انا خدته اللي هي العينة اللي انا اخدتها من التربة من الجسة وبدا يحسب لك مين الكلام نهاية عمق الجسة عند مين طبعا هو واخدها على 15 متر زي ما قال لك فوق دي الجسة رقم 2 ودي الجسة رقم 3 وبعد كده الاختبارات المعملية اللي احنا كنا بنقوله عليها اللي هو مين بقى الجرين سيف اناليسيس خلاص والاشكال دي طبعا الجرين دايمتر بتاعك اللي هو القطر المنخل بقى وبعد كده جايب لك اختبار اللي هو الليكويد ليميت والليكويد ليميت والبلاستيستي اندكس وهكذا خلاص تمام لا الام اديشنال ده الام اديشنال ده بيجي نتيجه ان الحمل بتاعك مش في السنترويد بتاع العدد بتراحه فيحصل اديشنال مومنت انما المومنت الحقيقي اللي بيظهر عندك مومنت لازم تصمم عليه اللي هو جاي لك منين من الحمل الجانبي وانت بقى اي حمل جانبي وصل زي بالظبط كده الاديشنال مومنت اللي كان بيطلع على العمود اللونج كولوم بس كان بيجي منين لا ده كان بيجي من الباكلينج انما انا عندي ده اسمه اديشنال البيب ذات انما انا عندي اللي بيجي بقى من الاحمال نفسها مختلف تماما في معامل المفروض تشيك بتحسبه في الزلازل بس طبعا ده لو المبنى بتاعك عالي يعني مبنى محترم اللي هو خاص بي دلتا اناليسيس خلاص تمام تعال بقى ندخل على القواعد هنصممها ازاي وافهم معايا هنقول شو هنتكلم شويه عن القواعد الايزوليتد فوتنج والكومبايند فوتنج والاستراب فوتنج وهندخل دلوقتي في شيت اكسل محترم بس انا لازم برضو عشان ادخل في الشيت الاكسل المحترم ده واعرف اتعامل معاه لازم اعرف مين لازم اعرف المانيوال شويه مانيوال انا دلوقتي عندي القاعده الايزوليتد فوتنج وادي العمود العمود ده ابعاده بي في ايه وده مثلا هنقوله ال وهنقوله ده بي فالمفترض ان انت تعالى كده مثلا نرسم سيكشن الشكل ده الحمل بتاع العمود اهو وعندي الاسترس بتاعتي احسب الاسترس بتاعتي دي ازاي خلي بالك انا عندي الكود عاطيني مين صح اللي هو واحد وربع زي ما طلعت صح طب انا دلوقتي عايز الاول اجيب ابعاد مين مالك يا عم هنا زي الفل يعني انت زعلان عشان جيت متاخر لا والله ما عايزك الحصه تاني والله لا ما اصل انت لميض يا ابني انت من زعلك لا يا عم انا بتاع عنايه ليك والله اجي لك مخصوص بس والنبي بلاش ايه تسخر الناس على الجروب كلمت عاد سرد عليا وما حدش هيرد عليك وانا جيت اساسا شوف الفكره انت لازم تطلع من عندك جيت بالظبط كده صح وعمرها ما هتطلع من عندي لا والله مستحيل او حتى بتشتي ايه بالظبط ماشي المهم انا دلوقتي المفروض اول حاجه عايز اجيب الاريا بتاعت مين وعشان تجيب الاريا بتاعت القاعده لازم في حاجه مهمه لازم تاخد بالك منها لازم الرفرفه من هنا قد مين قد هنا قد هنا قد هنا اللي هو الابعاد دي كلها تبقى قد بعض عشان ما يحصلش اديشنال موفمنت طيب انا دلوقتي عايز اجيب الاريا اجيب الاريا ازاي انا دلوقتي بقى عندي في دلوقتي معادله المعادله دي بتقول ان ال ماينس بي بتساوي ال بي ناقص ايه صح عشان يبقى ايه اكس كل الاكس بتاعتك هنا واحده لو سميناها اكس يعني خلاص فدي معادله رقم واحد معادله رقم اتنين اجيبها من مين من الاريا نفسها طب الاريا بتاعتك تبقى عباره عن مين ها ما انا عندي الاسترس على ايه ها
الاستريس بتاعتك بتساوي فورس على مين؟ فورس اللي هي مين الفورس؟ هي دي البي. البي وركينج ولا التيميت؟ وركينج على مين؟ على البيرنج كاباسيتي صح؟ الكيو الاول. يبقى انا ممكن اقول له كيو الاول دي عباره عن مين؟ عباره عن بي وركينج على مين؟ على اريا وركينج. اريا وركينج دي اللي هي بتساوي كام؟ ال في بي. ال في بي ما هي دي المساحه بتاعت القعده. ماشي اه بس طب لا لا مالكش دعوه، دي معادله رقم واحد، ما انا لازم هجيب معادلتين عشان احلهم مع بعض. يبقى انا دلوقتي هقول له ان ال في البي هي عباره عن البي مضروبه في مين؟ او البي وركينج على مين؟ على واحد وربع. صح؟ خلاص انا مش ممكن اعوض دي المعادله رقم اثنين. ممكن اودي ده بعكس الاشاره واعوض بال ال في مين؟ في المعادلة، أو ممكن أقول له مين؟ الـ L بتاعتي بتساوي الرقم دوت على B، وأعوض بالـ L في الإيه؟ هيظهر معايا مين؟ مجهول واحد، أجيب الـ L وبعد ما أجيب الـ L أروح للمعادلة الأصلية أجيب مين؟ أجيب الـ B، كده أنا جبت مين؟ أبعاد القعدة بتاعتي، بس خلي بالك، أنت ممكن تكون عايز تجيب أبعاد القعدة العادية الأول، لو أنت عندك سيكنس العادية أكبر من 20 سم، يبقى ساعتها كل الأبعاد ديت هتبقى اسمها مين؟ بي سي. طب لما تجيب البي سي هتستنتج مين؟ الار سي ازاي بقى تطلع 20 سم؟ او الرفرفه، الرفرفه بتاعتك اللي هي بسمك مين؟ العاديه. طب اللي هي اكثر 25 مثلا او 30. خلاص؟ تمام. يبقى انا كده خلي بالك هتاخد الكلام ده، المفروض انت اخدته اصلا، احنا في الترم الثاني. مش انت عندك سويل؟ لا في الترم اول ولا ثاني؟ اول بس انت صح صح الترم الثاني هتدرس ده الكلام ده بالتفصيل. خلاص حلو جدا. يبقى انا هشوف بقى ان انا السيكنس بتاعي ده اللي هو لو انا عندي قاعده عليه اشوفه اكبر من 20 ولا اقل من 20 واستنتج ده من ده. خلاص لا المينيمم بص خلي بالك زي ما قلت لك فرشه النظافه دي اسمها فرشه نظافه. فده احنا ما بنشتغلش على فكره الكلام ده ما بيحصلش في الموقع. هي 10 سم وخلاص. ده واخد بالك؟ حتى على فكره في ناس بتعمل ريسيرش دلوقتي على موضوع ان القعده اصلا دي مالهاش لازمه، قعده الفرشه النظافه ده ما هي الا تكلفه. بس احنا بنحطها كدمج عشان نطبق التربه اكتر فنحسن خواص التربه اكتر. اوكي؟ لكن الكلام ده ايه؟ في جاب ما بين النظري والعلمي شويه، وده انا بحاول برضه اوصله لك. حتى مثلا واحنا بنصمم الاعمده قلت لك ده اقل ابعاد عمود بره بتتعمل كذا. مثلا القواعد كمان شويه عارف اقل بعد قاعده كام؟ يعني السكنس القاعده ده ارتفاع القاعده المسلحه 40 سم. ابعادها البي والاتش ما تقلش عن 80 في 80. طب بالله عليك انت شفت قاعده 80 في 80؟ ما حصلش. اقل قاعده احنا بنقولها بره 140 في 140. خلاص؟ ففي جاب ما بين الشغل وايه؟ المفروض الكلام ده يبقى قريب اقرب للواقع لان ده اللي بيتنفس بره. لكن ايه؟ ماشي حالك. خلاص؟ يبقى انا كده جبت مين؟ جبت ابعاد القعده بتاعتي المسلحه والعاديه. المفروض اروح اعمل ايه على طول بقى؟ اروح اجيب خلي بالك انت المفروض تتشك على الدبس ده. هنتشك عليه لما اجيب المومنت. يعني انا اجيب المومنت ازاي؟ ادي عندك القعده اهي. خلاص؟ المومنت ده لما تيجي ترسمه للقاعده ديت ادي السنتر لاين اهو. شكل المومنت يا هندسه شكله عامل كده. فلما تيجي ترسم المومنت بتاعك بتاخده من وش العمود. ده الكريتيكال بالنسبه لك. يعني الجزء دوت خلي بالك انت عندك ستريس هنا وعندك الطول ده وليكن مثلا اسمه زد. اجيب المومنت ازاي؟ ببساطه. هو المومنت عباره عن مين؟ من الاخر كده فورس في ديستنس. انا عايزك ايه؟ الكلام ده لما كان بيدولك في الكليه كان بيحشي لك قوانين. فلما كان بيحشي لك قوانين كنت بتتلخبط وما كنتش بتحفظ. لكن ده انا عايز بالراحه، انا مش عايز اجيب مومنت. يبقى المومنت عباره عن مين يا هندسه؟ فورس في ديستنس. يبقى تعالى كده واحده واحده اهو. اقول ان انا عندي فورس المومنت عبارة عن فورس
في ديستنس. طيب حلو، هي الديستنس دي اجيبها ازاي؟ من النص بالظبط اللي هي المسافه، يعني انت بتركز الحمل وبتضربه في مين؟ وبتضربه في نص المسافه بالظبط. طب سيبك من الديستنس دلوقتي، خلينا في الفورس. هو الفورس ده عباره عن مين؟ اجهاد في اريا، صح؟ ما هو ان عندي الاستريس عباره عن بي على اريا، يبقى ده عباره عن مين؟ اجهاد الاف بتاعتك في مين؟ في اريا. طب الاجهاد ده تجيبه منين؟ ما هو يسيب اللي هو الكيو ال بالظبط اللي انت جبته من هنا ده، اللي هو عباره عن مين اصلا؟ عباره عن الفورس على الاريا، صح؟ وانا كده كده جبته اصلا، مش كده؟ طيب الاريا بتاعتك اللي هي اريا مين؟ مش الاريا كلها، لا اللي هي زد في العرض بتاعك اللي هو بي ولا ال. وصل؟ ما هي دي الحته دي بس اللي هي زد، اللي هو الجزء ده مش لكل القعده، صح؟ يبقى انا كده جبت بتاع دوت ستريس مين؟ في اريا، اضربهم في الديستنس اللي هي مين؟ زد على الاثنين. اللي هي زد على الاثنين اجيب مين يا باشا؟ اجيب الموجود. تمام؟ بس خلي بالك انت لو فهمت دي الكومبايند فوتنج اصلا هي ايه؟ قعدتين بس، قاعده الاستريس بتاعها متوزع على مين؟ بس شكل العزم هيختلف، هيجي بطريقه معينه. طب لو انا بتكلم على الاستراب دي، ده مفيش اسهل من كده، مشكلتها بس في مين؟ الكاميرا الرابطه، والكاميرا الرابطه دي لما بتصممها اكنك بتصمم ايه؟ او السمل هو عباره عن كاميرا رابطه، بتصممها بقوانين مين؟ البيمز اللي احنا كنا شغالين بيها اصلا، خلاص؟ طيب انا كده جبت المومنت، بعد ما جبت المومنت اروح بقى اتشيك على مين؟ على الدبس. الدبس بتاعك يا هندسه، فاكر القوانين بتاعت التصميم؟ سي مضروبه في مين؟ في مومنت على اف سي يو في البي، ونفس القانون اروح اطلع من السي مين؟ الجي، مش كده؟ او السي دوت خلاص انا هعتبر ان هو عندي، اطلع انا الدي واروح اتشيك على البي بتاعتي اللي هي الدي ال ايه؟ ليه؟ المفروض مش المفروض تطلع اريا ستيل؟ لا ما تطلعش اريا ستيل على طول، اريا ستيل دي بتيجي في الاخر لما تعمل تشيك شير وتشيك بانش، ماشي؟ يعني بتطلع الحد ده في الاخر، انت اتشكيت على الدبس لان الدبس ده ممكن يكبر لو البانشنج بتاعك بقى عالي، يبقى هتضطر تعمل ايه؟ تغير مين؟ تغير الدبس. واصل يا هندسه؟ واصل يا ابني؟ تمام؟ في مشكله؟ تمام. اروح اعمل ايه بقى؟ اروح اتشك على مين؟ على الشير، على الشير. الشير بتاعك هو هيبقى عامل ازاي؟ الشير بتاعك بيبقى على مسافه كام؟ ادي السنتر لاين، بيبقى مسافه دي على الاثنين، يعني من هنا دي على الاثنين، من هنا دي على الاثنين، على فكره نفس الشير اللي احنا كنا بندرسه العادي. فبتروح تجيب الشير ستريس عباره عن مين؟ عباره عن الشير فورس في البي في الدي، فاكر القانون ده؟ هو هو خلاص. وتقارنه بمين بقى؟ بالالاور. الكيو الاور بقى بتاعتك هي عباره عن مين؟ عباره عن 0.16 مضروبه في مين؟ في اف سي وعلى جاما ايه؟ ده الالاوبل. الالاوبل شير ستريس، وده مين؟ اكشوال شير ستريس. اقارنهم ببعض، لو الالاوبل طلع اكبر يبقى خير وبركه، اقل يبقى انت عندك ايه؟ اعمل ايه بقى ساعتها؟ اكبر الدي واروق الايه؟ الجي. وصل؟ يبقى انا كده خلصت يا سيدي، اهو حاجه عبيطه. فاضل مين بقى انهي تشيك؟ فاكر البانشنج بتاع الفلات سلاب؟ كنت بتحسب مين؟ البانشنج شير ستريس. البانشنج شير ستريس برضو كان على ابعاد من وش العمود كام؟ دي على الاثنين، خلاص؟ وبتقسمه على مين؟ على الاريا بانشنج. الاريا بانشنج اللي هو كان البارامتر مضروب في الدي، يبقى بتقسم الاكشوال على مين؟ على البارامتر مقسومه ايه؟ مضروبه في الدي. فاكر الالاول كان اربع معادلات بتاخد منهم المينيموم، فاكرين ولا ايه؟ اربع معادلات في الكود بتاخد منهم المينيموم بتاعك، خلاص؟ المينيموم بتاعك بتاخد اقل واحده فيهم، وبتقارن المينيموم بمين؟ بالالاو. لو المينيموم بتاعك اكبر يبقى خير وبركه، طب لو لا اعمل ايه برضه؟ اكبر الدي، صح؟ خلاص كبرنا الدي يا سيدي والدنيا زي الفل وكله تمام، اروح اجيب مين بقى؟ بس خلي بالك انا نسيت برضه حته في المومنت. المفروض انت بتحسب المومنت في الاتجاهين. يعني بتاخد سيكشن
في الاتجاه الصغير والاتجاه الطويل عشان عندك حديد في الاتجاهين. فده زي ده مش اي اختلاف صح ولا لا؟ يعني لو فرضنا ان القاعده بتاعتك مربعه هتاخد سكشن واحد مش كده ولا ايه؟ طب لو هي مستطيله يبقى لازم تاخد سكشن فين؟ في الاثنين في الاتجاهين اكس وواي وتحسبه بنفس الطريقه هيطلع لك على فكره 2 دي تاخد مين فيهم؟ تاخد الاكبر. انتوا واصلين يا جماعه تاني ولا ايه؟ معايا يا هندسه؟ لو القاعده مربعه هيبقى 2 واحد مالهاش دعوه ما هو ده لا مالوش دعوه ما هو العمود هيبقى مربع اكيد يعني ما هو بالظبط كده عشان الاكس بتاعتك بس هي الاكس دي ممكن زي دي بس مش شرط ممكن يعني الباشونس بيقول ممكن دي يبقى واي ودي واي ودي اكس واحد ودي اكس عادي يعني دي مش شرط ان الاثنين يبقوا انا كل اللي نفسي اعمل ايه؟ احقق ان السي جي بتاع العمود في سي جي الاعلى فده يبقى قد ده وده يبقى قد ده بس يفضل طبعا تبقى الاكس كلها بتاعتك واحد. وصل ايه؟ يعني انت بتتكلم صح ولا ايه؟ اللي هو ايه؟ لو العمود كده لازم يبقى مربع ولا مش؟ لا لو عمود مربع يبقى الاعلى مربع. انا بتكلم على اساس ان العمود بقى مستطيل يبقى اللي فوق قد اللي تحت واليمين قد الشمال بس يبقى تاني لو انا عندي قاعده مستطيله انا باخد الدي بتاعتي مرتين بحسب الدي مرتين وباخد فيهم مين الدي الاكبر خلاص بعد كده هعمل ايه بقى اروح اجيب الاريا ستيل مش انت جبت من السي جي يبقى عباره عن مين بقى مومنت على اف اي في الجي بي صح بس خلاص طلعت الحديد بقى فين في الاتجاهين تمام طيب لو انا القاعده بتاعتي كومباين ايه اللي هيفرق بس لو القاعده بتاعتي كومباين فوتنج عندك ادي عمود اهو وادي عمود اهو يعني بصين عليها كده ادي بي واحد وادي بي اثنين مشكلتي دايما في القاعده دي طبعا انا عايز اجيب ابعاد مساحات بس المساحات هتجيبها ازاي بقى بأي طريقه؟ طبعا الكود قال لك ايه؟ قال لك ان المسافه دي اولا كده اهو من نص لواحد متر تاخدها من نص لواحد متر ماشي؟ فانا كده انا عايز اجيب الطول بتاع القاعده ال ال فانا عندي ده معلوم وده معلوم لو ثبت دي واحد متر ودي واحد متر اوكي وعندك طبعا المسافه ما بين مين ومين؟ معلوم مش كده؟ يا ابني معايا ولا ايه؟ انت بتعمل ايه؟ طيب يا عم خبطني خلاص يبقى ده معلوم السبيسنج معلوم وطبعا ابعاد قطاع العمود معلوم فانا عندي العمود ده هنا ده معلوم وده معلوم اذا اعرف اجيب مين؟ الطول بتاعي ال طب اجيب البي ازاي؟ اريا على ال يبقى ازاي؟ من نفس القانون عباره عن الاريا بتاعتك عباره عن مين؟ عباره عن فورس على مين؟ على الكيو بس خلي بالك الفورس دي انهي فورس؟ ايوه المحصله الار ده زائد ده خلاص يبقى ده عباره عن ار اللي هو عباره عن بي واحد بلس بي اتنين اروح اجيب مين؟ الاريا طب الاريا عباره عن بي اتنين في ال طلعت برقم وعندي ال اجيب مين؟ البي صح؟ اهم حاجه او اهم نقطه هنا في المعاد في الكومباين فوتنج انا دلوقتي عندي قاعده بي في ال طلعت قطاعاتها المفروض بقى تاخد القاعده دي من السي جي وتحطها في سي جي الحمل طب سي جي الحمل ده يجي ازاي؟ انا دلوقتي عندي العمود ده طالع 100 طن والعمود ده طالع 150 فمتخيل الار بتاعتك هتبقى قريبه من مين؟ من الكبير فتحطها ازاي بقى الكلام ده؟ انا دلوقتي عندي ادي عندي ده بي واحد وعندي ده بي اتنين وعندي ده مثلا هنقوله ده اسمها اس المسافه دي اسمها اس والال دي هنا دي على مسافه اكس
ودي هتبقى اسمها اس ناقص ايه؟ اكس صح؟ هاخد العشوب حوالين النقطة دي، عزم حوالين النقطة دي، يطلع لي بي 2 في مين؟ في اس، بي 2 في اس ايكوال مين؟ الار في اكس، الار بتاعتي في اكس. اقدر اجيب مين؟ اكس عبارة عن مين؟ عبارة عن بي 2 مضروبة في اس على مين؟ بس خلاص صح؟ اقدر اجيب النقطة اللي انا اقدر احط فيها المعادلة فما يحصلش مين؟ ما يحصلش مشكلة، لازم سي جي الاعلى سي جي مين؟ الحمل بتاعي السنتر اوف لود. خلاص؟ دي مهمة جدا على فكرة لان هنكتشف الموضوع ده. على فكرة ده احنا عندنا الاعلى ده اهي شبيهة قوي بالرفت، شبيهة قوي بالرفت، فالمفروض الرفت اللي انت بتعملها لازم برضو السي جي بتاعها يكون فين؟ في السنتر اوف لود، فلازم تحسب السنتر اوف لود. بس هتحسب السنتر اوف لود لكذا عمود بقى، للاعمدة كلها بتاعت المسطح. لا انا دلوقتي بص البي دي يا هندسه اقل من البي دي، فهتلاقي السي جي دايما مش متوخم ناحيه. ايوه بالظبط بالظبط، انا بفرض بقى المسافه دي عندي القانون بقى ده لو انا باخد دوت، بص يا هندسه ده مضروب في ده ناقص ده مضروب في ده، وبعدين بطلع عكس الاشاره. لو بنعملها مثلث او ناخد عند الثانيه او ناخد عند الثانيه نعمل معادله عشان نطلع ايوه سيجما العزم عند النقطه دي. ايوه يا جماعه لو ما حدش على فكره مش عيب لما تبقى ناسي، العيب ان انت والله العظيم تبقى قاعد كده ومش قادر تستوعب وساكت عشان لا نسال عادي. احنا ايه ده مش كورس على فكره في لا 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 ده على فكره هيبقى ما شاء الله عليك. لا هيبقى شاطر فيها على فكره، لان على فكره ده والله اللي هتاخده بالتفصيل. يعني انت اول ما اول ما هتدخل الترم الثاني هيدخل لك اثنين دكاتره. لا ما انا بقول لك يعني هتبص تلاقي دكتورين دخل لك، واحد اسمه دكتور عمرو الوكيل ده بيدخل ايه شموطه في نص ساعه ويطلع ماشي. الدكتور احمد عمرو الوكيل ده بيدخل بيكلمك عن ايه؟ بيكلمك عن الكيو الاولابل والكيو التيميت وبتتحسب ازاي، والمعادله الكبيره اللي احنا سميناها سي لامدا سي جاما سي. والجزء الثاني هيدخل لك دكتور زي خالد جعفر او الدكتور احمد شوقي او الدكتور حسن ابو سعده، الناس دي كلها هتشرح لك بقى الجزء الثاني، او ممكن واحد عادي يعني هيشكله مع بعض. سيب لك بقى الجزء اللي هو الايه الفاونديشن التصميم، ده الجزء بتاع التصميم. فهتلاقي لما تدخل الترم لو فهمت الكلام ده هتدخل رايق، هتدخل رايق لان ده فعلا هو ده اللي هداه ده على مدار الترم. المهم يعني خلاص هندسه عرفنا ده، حسبنا السي جي. اهم حاجه بقى العزم، اجيب العزم نفس الترتيب على فكره والسيكونس اللي احنا ايه عملنا بيه مين؟ عملنا بيه القاعده الايزوليتد فوتي. خلاص؟ طيب تعالى كده واحده واحده. ادي الشكل القاعده اهي. بي واحد بي اتنين المحصلة هنا R، وخلاص عرفنا دي من نص الواحد والمسافة دي السبيسنج عندي وكل الأبعاد عندي. أنا دلوقتي الاستريس بتاعي هيبقى شكله عامل إزاي؟ هيبقى شكله عامل كده خلاص؟ وعندك هنا في ركيزة وعندك هنا في ركيزة اللي هو الحمل بتاع مين؟ بي واحد وبي إيه؟ بي اتنين أو بي اتنين وبي واحد، وعندك الحمل ده صح؟ ببساطة من غير بقى سوير ولا كلام فاضي. تعرف ترسم لي شكل العزم على ال ده؟ مفيش أبسط من كده. يعني اعتبر ده هي كاميرا عادية. بس إيه طبعًا اللي حصل؟ اتعاكس السبورت أهو. فشكل العزم بتاعك هيبقى شكله عامل إزاي؟ ده كانتليفر وده كانتليفر أهو. نفس الكلام ده بس إيه؟ ميرور. أهو يا سيدي. ميرور. فشكل العزم اهو بالظبط كده. اهم حاجه المفروض قبل ما ترسم العزم ما ترسمش العزم الاول، ترسم الشير، لان الشير هيديك الزيرو شير، فتطلع من الزيرو شير ماكسيموم، عشان الماكسيموم مش هتعرف تطلعه هنا بسهوله، لازم تطلع مين؟
تطلع يبقى لازم قبل المومنت ما ترسمه تطلع مين ادي الشيل. طب الشيل شكله عامل ازاي؟ اهو خلاص ادي نقطه مين دي الزيرو مومنت. اجيب دي اسمها اكس نود. اكس نود ديت عباره عن ايه؟ عباره عن البي مضروبه في مين او ثواني البي بتاعتك عباره عن اكس نود مضروبه في مين في الدبليو بتاعتك. اقدر اطلع من هنا قيمه مين الاكس نود اللي توديني عند الزيرو مين عند الزيرو شير. زيرو شير. طيب طلعت قيمه الاكس بقى ارسم بقى شكل مين المومنت شكله عامل كده اهو. خلي بالك انت بتجيب كام عزم بقى؟ بتجيب اربعه. اربعه فين؟ من وش القاعده من وش الركيزه لوش الركيزه ومن وش الركيزه لوش الركيزه وكمان مين؟ الماكسيموم مومنت. الماكسيموم مومنت ده اللي هو على مسافه كام؟ اكس نود. تعرف تجيب لي المومنتات دي كلها؟ مفيش اسهل من كده. زي ما جبناه المومنت عباره عن مين؟ فورس في ديستانس. والفورس دي عباره عن مين؟ ستريس في اريا. فاجيب الستريس في الاريا واضربه في مين؟ في الديستانس بتاعتي. خلي بالك الديستانس بتاعتك قلنا من هنا من نص لكام؟ لواحد. تضربها اللي هي لو انت خدتها واحد في نص يبقى دي الديستانس. وطبعا ده داخل لجوه بيه عشان تجيب مين؟ الاريا. يبقى الاريا في واحد. ده مين؟ دي الاريا. الاريا بتاعتك البي في واحد. مضروبه في مين؟ في الاستريس اللي هو ده. مش كده ولا لا؟ الاريا ماشي الاريا خلاص؟ الاريا بتاعتك بي في واحد. مضروبه في مين؟ في الدبليو ده الاستريس. اضربه في مين؟ في واحد على اثنين اللي هو نص. يبقى انا كده جبت المومنت حوالين النقطه دي. طب والنقطه دي؟ هتشوف بقى ما انا عايز اجيب النقطه اللي هي المومنت اللي هنا. اشوف بقى اسهل لي اجيبه من هنا ولا اجيبه من هنا؟ اجيبه من الاقرب. لان هنا عندك المسافه طويله فهتضرب ارقام كتير. فنفس الكلام هتجيبه من النقطه دي وتشوف المسافه ديت كام. طب المسافه دي كام؟ دي بنص دي بواحد والعمود بتاعك عرض العمود ومن هنا واخد كام؟ يعني انت المفروض واخد من لا انت واخد من وش العمود على طول. ده مومنت من وش العمود انما الشير دي على الاثنين. يبقى انت كده عندك المسافه دي كام بقى؟ عرض العمود بلس واحد. صح ولا لا؟ خلاص. طب لو عايز اجيب الماكسيمم مفيش اسهل من كده. هو الماكسيمم ده واقع فين؟ على مسافه اكس نود. يبقى الاكس نود دي هي كلها عباره عن مين؟ الديستانس. صح؟ طب الاريا بتاعتك اكس نود في مين؟ في البي في العرض. صح؟ اكس نود في العرض دي الاريا. اضربها في الاستريس جبت في فورس. اضربها في مين؟ اكس نود على الاثنين اجيب مومنت. بس الاستريس مش فيه احمال جنب فوق تحت؟ فيه. ايوه طبعا ما هو انت عندك هنا بي اهو. ما انت لازم تاخده معاك في الاعتبار. اللي هي بتاعت العمود. ما هو في عندك احمال اللي جايه من تحت اللي هي بتاعت الاستريس رد فعل الطرق. وعندك الاحمال بتاعت العمود. فالمفروض هتطرح المحصله هتطرح مين؟ الاستريس اللي جايه من التربه ناقص مين؟ الفورس اللي جايه لك من العمود. تطلع مين؟ قيمه المومنت. واصل؟ بس يا سيدي. هتروح تعمل ايه يا عم؟ عامل حاجه هتعمل ايه؟ جبت المومنت تروح تجيب مين؟ الدي. الدي لا على فكره الموضوع عبيط. هو زي ما قلت لك اول حاجه اهم حاجه بتروح تجيب مين؟ الاريا. وصلت؟ الاريا دي بتجيبها قانونين. قانونين في الايزوليتد فوتنج لكن هنا انت كل حاجه عندك اصلا معروفه. فعندك ال بتروح تجيب الاريا وتقسمها على ال يجيب لك الدي. خلصنا. اول حاجه بتعملها بقى بعد كده عندك المفروض مومنت وشير وبانشي واريا ستيل هم الاربعه. بتجيب المومنت الاول على وش العمود عشان تعمل ايه؟ تدخل في قانون الدي. الدي اللي هو عباره عن سي واحد ايكوال او مضروبه في جذر المومنت على اف سي في الايه؟ في البي. جبت المين؟ الدي. خلاص خلصنا الدي. بعد كده بعد كده وخلي بالك برضه المومنت هتعمله في الاتجاهين الاتجاه القصير والاتجاه الطويل. يعني عارف الاتجاه القصير هيبقى عندك عمود واحد لكنها قاعده ايزوليتد. صح؟ بعد ما جبت المومنت اعمل ايه بقى؟ اروح اتشيك شير بنفس الشكل اللي احنا عملناه اللي هو بتحسب الاكشوال اللي هو بيساوي مين؟ اللي هو الكيو بتاعها عباره عن الشير فورس على البي في الدي.
وتقارنه بمين؟ قال له اللي هو كام؟ 0.16 في جاز في سي على ايه؟ على جاما سي. حسبنا الشيء وتشكينا عليه. نفس الكلام لو طلع الالاوب الاكبر خير وبركه، ما طلعش يبقى زود الجي بتاعك. اروح بعد كده لمين؟ للبانشي. اعمل ايه للبانشي؟ خلي بالك البانشي عندك عمودين، فلازم انت تشك على العمود ده والعمود ده على مسافه كام؟ دي على الاثنين برضه، وده زي ده بالظبط بس هتحله مرتين. خلي بالك الكلام اللي انا بقوله لك ده هندخل في شيت اكسل متعرف عليه كل حاجه، بس ما ينفعش. ده لا طبعا مش بس لازم تبقى فاهم يعني. ما هو لازم تبقى فاهم، ما ينفعش ما تبقاش فاهم، ما ينفعش تمسك شيت اكسل وتدخل تدخل له اي بارامتر وخلاص. مش عارف هو يعني لما تيجي تشوف شيت الاكسل دلوقتي هتلاقي كل البارامتر اللي انا بعملها بالترتيب بالترتيب. يعني انا ممكن اعمل شيت اكسل عادي زي ما عملت في الاعمده، ده انت عندك كم معادله يعني. مفيش اصلا، الدنيا بسيطه، فانا ممكن اعمله. خلاص؟ بعد كده بعمل تشيك على البانشنج بنفس الطريقه، بحسب الايه؟ البانشنج اكشوال واحسب الايه؟ لو من كم معادله؟ اربعه واخد الايه؟ المينيموم واقارن. بعد كده خالص اعمل ايه بقى؟ اخد الاريا ستيل، عندك اريا ستيل في اتجاه قصير والطويل. اخر حاجه بقى ويمكن دي بعض الناس اللي تليفون، يمكن دي اكتر حاجه ممكن الناس تستغلسها، اللي هي قاعده الجار. قاعده الجار دي ليه بيبقى فيها ستراب بيم؟ قاعده الجار انا دلوقتي مثلا عندي حد جار اهو، ادي العمود اهو، وده الحد بتاع الجار، وعندي عمود تاني. العمود ده اكستيريور بيسموه اكستيريور وده انتيريور، ماشي؟ فانا عندي رحت انا عامل قاعده اهي وقاعده اهي. لو جيت بصيت على القاعده ده اهي هلاقي فيها مشكله. مشكله ايه؟ ان عندك السنتر بتاع الحمل فين؟ العمود في نص العمود، انما في القاعده مترحل بمسافه كام؟ اسمها ايه؟ سنتريستي. قاعده الجار دي ممكن تبقى كومباين او ممكن تبقى ستراب فوتنج. امتى تبقى كومباين؟ بتحسب المسافه اللي هي اسمها اكس دي، وطبعا عندك ده اسمها ال1 وده اسمها ال2، وطبعا ده عندك جوده الابعاد بتاعه الاوائل، ما احنا حسبناها. يعني بتعتبر ان القاعده دي ايزوليتد لوحدها ودي ايزوليتد لوحدها. في مشكله؟ بتحسب بقى قيمه اكس. اكس دي علشان تبقى ستراب فوتنج، عشان تبقى ستراب فوتنج يعني تعمل شداد، الشداد ده هندسه بيبقى شكله عامل كده. اهو. بيبقى راكب القاعدتين. خلاص؟ عشان تبقى ستراب فوتنج بالشكل اللي انت شايفه ده لازم الاكس اللي انت حسبتها تبقى اكبر من ال1 على 2 اور ال2 على 2. ده المسافه دي مين؟ من وش القاعده لوش القاعده. لازم تبقى ايه؟ الاكس دي اكبر من مين؟ من ال1 على 2 او ال يعني تحسب ده وده تاخد الاكبر فيهم وتقارن بالاكس. طب لو الاكس دي طلعت اقل، طبعا هي اكبر من او تساويه. طب لو طلعت اقل الاكس يبقى ساعتها تحول القاعده ديت لقاعده كومباين فوتنج. مش هينفع استراب لان المسافه ايه؟ بقت صغيره. فمش مستاهل انك تعمل مين؟ استراب فوتنج. فتعمل قاعده كومباين فوتنج يبقى هتحولها زي ما ايه كنا شغالين بالظبط، ونشيل الايه؟ البينز اللي في النص دي كلها هتبقى قاعده. واصله؟ طيب احنا دلوقتي خلاص يبقى لازم تتشيك على الاكس عشان تقرر هتعملها كومباين ولا هتعملها ستراب فوتين. طيب انا دلوقتي عايز اعمل ايه برضو؟ عايز اجيب الابعاد بتاعتي. عايز اجيب الابعاد بتاعتي. خلي بالك انت الشكل ده كشكل ستراكشر هتلاقيه شكله عامل كده. عندك ده البي واحد وهنا في ار ايه؟ ار واحد رد الفعل، خلاص؟ وعندك هنا البي بتاعت العمود، البي دي بتاعت العمود، والقاعدة بتاعتك هنا الرياكشن بتاعها اسمه ار اتنين. في مسافة اسمها ايه؟ اسمها ايه؟ المسافة اللي اسمها ايه ديت بتتحسب ازاي؟ الكود قال لك خدها بكام؟ الاي دي بتتحسب ازاي؟ قال لك خد الاي عبارة عن 2 من 10 مضروبة في اكس بلس 1 من 10. مين اكس؟ المفروض مش الاكس، اس.
اس ديت هي المسافه من سنتر العمود لسنتر العمود. ده مين؟ ده الاكسنتريست. انا ما اعرفش الاكسنتريست دي بكام، بس هو قال لك الكود خدها منين؟ بالرقم دوت. زائد 1/10. خلاص؟ يبقى 2/10 الاس المسافه من سنتر العمود لسنتر العمود مضروبه في كام؟ بلس كام؟ 1/10. كده انا جبت مين؟ كده جبت الاي. طيب المسافه ديت كده تبقى عباره عن مين؟ المفروض المسافه دي اسمها اس. طب المسافه ديت هتبقى كام بقى؟ اس ناقص اي. خلي بالك بقى انا عندي مشكله فين؟ عايز اجيب الار 1 وعايز اجيب ار 2. اجيبهم ازاي؟ هتاخد العزم حوالين النقطه دي. انا عندي ار 1 وار 2 ما اعرفهمش، دول رد الفعل بتاع السويل على الطرق القعدتين ولا ايه على السويل؟ خلاص؟ او على الاستراب بقى المفروض. خلاص؟ تبقى عباره عن مين؟ انا لما اخد هنا حوالين النقطه دي عزم تبقى عباره عن بي 1 في اس ناقص مين؟ بي 2 او ار 2 ولا ايه؟ في اس ناقص اي. صح؟ عندي كل حاجه ما عدا مين؟ ما عدا الار. ار 2 هو الاس عندي. صح؟ انا ار 1 وار 2 دول اللي هم مجهولين. فجبت ار 2. بعد ما جبت ار 2 اعمل ايه بقى؟ هتاخد سميشن الواي ايكوال 0. يعني ايه؟ بتقول اللي جاي من فوق ناقص اللي جاي من تحت. عشان عندنا ثلاث معادلات اتزان يا جماعه. اكس واي ومومنت. انا استخدمت مين؟ استخدمت دي الاول عشان ايه؟ عندي مجهولين. فطلعت قيمه ار 2. وبعد كده عملت ايه؟ اخد سميشن الواي عشان اطلع مين؟ ار 1. خلاص. عارف انت بتجيب ده ليه؟ عشان ترسم شكل مين؟ شكل العزوم بتاعتك. وشكل مين؟ وشكل الشيك. واصل؟ نفس الكلام. لما اجي خلاص انا رسمت العزم ورسمت الشيل، احسب اعمل ايه بقى؟ نفس الخطوات بقى من الاول بس بلس عليهم ايه بقى؟ الاستراب بيم. الاستراب بيم ده لما تصممه هتصممه ازاي؟ انا اصلا دلوقتي كل ده بصمم كام استراب بس. ايوه بالظبط. انا جبت مومنت. لا لا القعدتين دولت ايزوليتد عاديين خالص. ايزوليتد. يعني المفروض شفت احنا اول ما بدانا كده بالايزوليتد هيتصمموا كده لان هم اصلا مش شايلين حاجه. انا عملت الاستراب ده عشان يشيل مين؟ يشيل القعدتين. وزي ما قلت لك تاني اول حاجه لازم تتشيك على مين؟ عشان ممكن تبقى كومباين فتدخل فين؟ في تصميم الكومباين. او لو اقل او لو اكبر ولا ايه؟ يبقى استراب بي. كل المشكله هنا في تصميم الاستراب بي. بس هي لا مشكله ولا حاجه. انت مش جبت المومنت تحسب مين؟ البي والايه؟ وعرض العرض والايه والدبس بتاع مين؟ طب الدبس يجي من انهي معادله؟ صح؟ المومنت الماكسيموم على مين؟ على افس يو في في. طيب انا كده جبت الدي يا سيدي، جبت الدي اللي هو العمق، اللي هو لو جيت رسمناها، لو جينا رسمناها يبقى شكلها عامل كده. قاعده اهي والقاعده الثانيه اهي. مين اللي راكب فوقيهم دوت؟ ده الاستراب. عارف الاستراب ده ما يقلش عن 80 سم. ارتفاع الاستراب ما يقلش عن 80 سم، يعني هتلاقي هندسه القعدتين الدبس بتاعهم 50 سم، انما الاستراب لازم يبقى عالي في الجثاءه بشكل. ليه؟ لان هو اللي شايل الليله اصلا. خلاص؟ طيب عرض الاستراب بقى عرضه هيبقى عباره عن مين؟ عرض اكبر عمود. لازم يبقى راكب العمودين، يعني ما ينفعش مثلا العمود ده يبقى اطول من مين؟ يبقى اطول من عرض ال لا لازم يبقى ايه؟ ايه؟ يبقى يعني بالظبط. طب لو واحد كبير واحد صغير او واحد ضربه مختلف عن يميل بالميل بتاخد على الميل على عرض انت كده بالميل كده تمام يبقى بالميل هاخد على العرض الكبير بالكبير. طب ما ده هيبقى يعني شكله عامل ازاي؟ هيبقى مايل. يعني مثلا لو انا عندي عمود مثلا كده وعمود كده يبقى الاستراب مايل. يعني باخد خط من النص العمود لنص العمود باخد اوفست واوفست. يعني الاستراب هيبقى شكله لا الاستراب هيبقى مربع عادي العرض واحد بس هتروح على اكتر ممكن عشان خلينا بلان قول واحد ضربه كده هو ما انت بتاخد العرض اكبر عرض اكبر عمود يعني شكله زي ما هيبقى ازاي. انت قصدك مثلا عندك ادي عمود ايوه والتاني ضربه العكس صح؟ صح
هو ده كبير اهو عادي. لا مش عادي، ده هو كده يعني. هو بيوصل في ايه مثلا؟ في اللي هي في نهايه الاعمل، في نهايه نهايه الاعمل، نهايه الاعمل. في ناس وده اللي بيتنفس بره نهايه العمود دوت مع الانتيريور عند نهايه العمود. بقى نهايه العمود يعني مثلا عندك الالي قاعده اهي، ايوه نهايته هنا. في ناس بتكمله لحد الاخر بس المتعرف عليه بره لحد العمود هنا، ودي القاعده بتاعت الدور. ايا كان عبد ايه، ايا كان لازم يركبه يوصل هو الله. اه ما اصل لو ما عملش كده بقى زي ما الحليب كله يخش في بعضه بالظبط كده خلاص. شفت انا بقى هنشوفوا تسليح الاستراب بينز دي هتبقى 22 فاي 22 يبقى لسه سؤال على السم الله ماشي مفيش مشكله. واصله ولا لا؟ في مشكله؟ تمام. خلي بالك لو انا قلت على ديت كومبايند فوتنج ممكن يبقى شكل القاعده، ودي بيبقى ليها اشكال يعني. لو هي كومبايند ادي عمود وادي عمود او كده، بتلاقي القاعده ممكن يبقى شكلها عامل كده، كبيره من هنا وصغيره من هنا عادي خالص. تحس ان انا بقلل ايه من حجم الخرسانه بتاعتي لو هي كومبايند. خلاص ناخد بريك وهنرجع كده على طول بقى، هندخل على الاكسل بتاعنا ونشوف هنصمم ايه الكلام دوت وهنطلع لوحه المحاور العميده ازاي. اوكي شيت الاكسل ده بتاع دكتور في جامعه عين شمس اسمه دكتور محمود الكاتب، وده دكتور في الجامعه. الراجل ده بيعمل شيت الاكسل ده ابديت كل سنه، اكنه برنامج فيرجن اكنه برنامج ديزاين، هو برنامج فعلا مش شيت. بص تحت كده كل حاجه، كل العناصر بتاعتك هو الراجل عاملها. خلي بالك الراجل ده عامل شيت اكسل ديزاين للكود الامريكي والكود الاوروبي والكود البريتش ستاندرد لكل الاكواد. كل الامريكي معاك موجود اه خلاص موجود كل الفيرجن. هو دي صفحه عادية. انا نزلت اخر حاجه دلوقتي. ايوه ما انا بقول خلاص خليها في حصه ثانيه اجيب لكم كله، اجيب لك كل الملحقات حتى الانترناشونال بيلدينج. المهم حتى بص كاتب لك فيرجن 9.8 9.9 وهكذا. فالشيت ده محترم جدا ومضمون، يعني مضمون. يعني انا على فكره في شغلي انا مش بتعود ان انا اخد شيتات اكسل من حد، انا اللي بعمل شيتات الاكسل بتاعتي واللي انا عامله انا هديهولك. بس الشيت ده محترم جدا، انا اختبرته واشتغلت عليه والدنيا تمام وزي الفل. خلاص فمش اي شيت اكسل ينزل لك تروح تشتغل عليه، لازم تعمل ايه؟ اه تختبر هو ماشي ازاي. المهم يعني احنا دلوقتي عايزين نصمم القاعده بتاعتنا الفوتنج اللي هي دي فوتنج على فيها مومنت اكسيال فورس ومومنت، وعندك كومبايند فوتنج والاستلاب، وكمان بيصمم لك باي وولز، بيعمل لك كراك كمان على الحوائط الخزانات وكده. لو عمود باي اكسيال عليها مومنت ام اكس وام واي يعني في الاتجاهين. شولز برضه كان سال سؤال المره اللي فاتت، يمكن احنا مش عارف احنا عدنا، اللي هو كان بيسال بيقول هو ايه ام 1 2؟ ام 1 1 ده اللي هو احنا عرفنا العزم فين. ما هو بص انا عندي يعني انت لو جيت دخلت على السي اس اي الهيد بتاعته هتلاقيه راسم لك شكل عامل كده وجايب لك الاستريس بتاعتك ده ام 1 1 او مش ام 1 1 لوكال اكسس 1 ولوكال اكسس 2 والعمودي عليه اسمه 3. ده عمودي على فكره على مين؟ على المستوى بتاعك. فلوكال اكسس واحد ده المومنت اللي في اتجاهه ام 1 1 ده الحديد اللي في اتجاه اكس، ومومنت 2 ده الحديد اللي في اتجاه واي، وكمان ام 1 2 ده التورشن اللي على البلاط. يبقى ام 1 2 ده تورشن اللي هو على البلاط. خلاص خلي بالك في كمان ستريس يعني كمان اللي هي الاس 1 والاس 1 اه دي الستريس بالظبط كده. طب هو البلاط عليها تورشن؟ اه بس صغير جدا بيتم إيه. خلاص اكيد في منشات خاصه بالظبط كده برضه. انا عندي سؤال احنا بالنسبه للكراك سيكشن الديزاين بتاع الكراك سيكشن طبعا ده مع الوقت اتغير اه في الديفليكشن. تمام في الديفليكشن. السؤال الثاني انا كنت شفت حاجه كده في اليوتيوب يعني ان هو علشان في السالب علشان نخلي المومنت
الثالث اللي طلع او كامل الاحمال طلع زي التصميم المانوال. ايوه كان بيقلل الانرجي او بيرفع الانرجي، يا بيرفع يا بيقلل الضغط. ملهاش حل من الاعراض، مفيش الكلام ده. هنشرحها لك بس نخلص الجزء ده وتفكرني بالله عليك. النهارده يعني ولا النهارده؟ خلاص. المهم تعالى كده، احنا عندنا هنيجي بقى على الوحده بتاعتنا. هتيجي طبعا واخد مين؟ واخد المعلم ده طالع بيه بره، اللي هي لوحه مين؟ لوحه المحاور والاعمده اهي بره اهي، لان دي اللي هتطلع منها. لا ما هو دي لوحه المحاور والاعمده، مش عايزين نبوظها. خلاص. ايوه انا خدت كوبي. تعالى بس نفتح شيت الاكسل. المفروض طبعا بتروح تجيب شيت الاكسل لانهي اللي انت صممت عليه مين؟ الاعمده. خلاص. انا دلوقتي عايز انمزج القواعد. تفتكر كم قاعده عندك؟ ايه؟ على حسب الاحمال. لا على حسب النمزجه بتاعت الاعمده. كان عندك خمس نماذج اعمده، يبقى خمس نماذج مين؟ كمرمى. خمس نماذج قواعد. خلاص. فتعالى كده اهو ونفتح كمان الساب. محتاجين الساب. لو جيت هنا هنيجي واخد دول كده وقايل له كنترول سي، واجي جاي فاتح شيت جديد وقايل له رايت كليك واقول له بيست. اعلم بس عليهم كلهم واقول له جيبهم لي في النص كده، وبعدين خد لي دول اعمل لي ليهم فلتر، وبعدين اعلم عليهم كلهم وخلي ده عباره عن مين؟ ايه سمورتس تو لارج، عشان يرتبهم لك من الصغير للكبير. هيقوم يعمل لك الاعمده بتاعتك ال 30 في 30 الاول اهي، اديها لون، وبعدين ال 30 في 40 ابدا اديها لون تاني. خلاص. وبعدين عندك ال 30 في 50 اديها لون مختلف، وبعدين ال 30 في 60 ده لوحده على حسب انت عامله نموذج ولا لا. وعندك كمان ال 30 في 80 ده نموذج، وعندك اخر نموذج كام؟ 30 في 100، فده برضو اديله حاجه ثانيه. خلاص. هتعمل ايه انت كده؟ عندك كام نموذج؟ 1 2 3 4 5 2 4 5 6. إيه؟ اللي هو 30 في 30 الدائري هتعتبره اللي هو 30 في 30 لان هو اصلا حجمه صغير. خلاص. فهياخد نفس القاعده الصغيره. الدائري بياخد قاعده مربعه. افتح بس ده. هرجع تاني على الشيت. طبعا عشان تصمم القاعده هتصممها على، يعني انت دلوقتي عندك اربع نماذج لعمود 30 في 30، فلما تيجي تصمم على انهي حمل بقى فيهم؟ تصمم على الكبير فيهم. فانا هاجي هنا واقول له ايكوال، جيب لي مين؟ الماكس من مين؟ من دول اللي هو التوتال مين بتاعهم. انتر. يقوم يجيب لك اللي هو 61، ونفس الكلام هتعمل ايه؟ ماكس لمين؟ للي بعد كده اللي هم دول، وبعدين انتر، بعدين الماكس ايكوال ماكس بتوع مين؟ بتوع اللي بعد كده اللي هم دول، انتر، وبعدين ماكس ده اللي هو مفيش غيره اصلا اللي هو ده، كنترول سي او اللي كنترول في، وبعدين ده هنجيب له برضه الماكس ايكوال ماكس اللي هم دول، انتر، وعندك برضو ده مفيش غير مين؟ غير نموذج واحد كنترول في بس. يا سيدي هي دي الاحمال اللي انت هتعمل ايه؟ هتصمم عليهم القواعد بتاعتك. تمام. طيب تعالى كده اول عمود
اول عمود او اول قاعده هتصممها على مين؟ على 61.3 ايه؟ 6. لا ايه؟ تقسم على 1.5 ليه؟ عشان ده ألتيميت. صح؟ مش احنا هنطلع القواعد بتاعتنا نفس الكلام، او هتعمل ايه بقى؟ هتيجي جاي على المعلم ده اللي انت فتحته بس تصدر النتائج ايه؟ تصدرها ورقي. فالمفروض تيجي هنا اهو وتقول له ايكوال الرقم ده على كام؟ على 1.5. فتصمم على اللي هو ال 40.9. لو انا هصدر ووركينج خلاص مش هتعمل الكلام ده. خلاص؟ ونفس الكلام ده ايكوال ده على 1.5. كويس الناس ايه؟ الناس معايا زي الفل اهي. ماشي؟ ايكوال ده على، بس خلي بالك لما تيجي تطلع الحديد بقى تاخد الأب. خلاص ايكوال ايوه. لا هو مش نسبه من الاريا ستي، انت لما تيجي تحسب الاريا ستي نسبه من الاريا كونكريت. ايوه معلش. فالمهم ده هتاخده اللي هو 41، هتيجي داخل على شيت الاكسل بتاعك. خلي بالك هنا عندك البيرنج كاباسيتي كانت بكام؟ او 2 او زي ما انت عارف. خلاص خليها مثلا 2 لو هي التربه بتاعتك كويسه. وطبعا بتدخل الاف سي ومين؟ افيل. بعد كده بص بيقول لك دخل لي ايه؟ اللي هو 41 اللي هو الحمل بتاع مين؟ الكولوم. وابعاد العمود كام؟ 30 في كام؟ في 30. وبيقول لك هنا حاجه اسمها اكستنشن اوف بي سي، مين؟ رفرفه القاعده العاديه. خلاص بعد كده بص يطلع لك الدايمنشن اوف بي سي 150 في 150 مربع. خلاص والسيكنس بتاع ماي دي بي سي اللي هي ال 20، ومطلع لك تحت الدايمنشن اوف ار سي 110 في 110. بس السيكنس بتاعي ده 80، لا انا هخليه كام؟ ممكن مثلا اخليه 50. بص مسيفه معاك. طب بص خليتها مثلا 40. بص كده لان الحمل اصلا صغير. بص لما تيجي تقول له 10 مثلا مفيش 10 اصلا، بس بص قال لك انصف شير وانصف مين؟ بانشنج. هو نفس الكلام اللي احنا شرحناه من شويه. خلاص وكمان قايل لك الاكشوال سويل ستريس بيعمل تشيك على مين؟ على السويل البيري كاباستي اللي هي 1.25 ديت او الاثنين. خلاص فانا هاجي اقل من 2 طبعا، ما هي طالعه بص 1.83. خلاص فانا هخليها 50 ارتفاع القاعده 50، احنا قلنا ما تقلش عن كام؟ عن 40. خلاص طيب تمام، يبقى انا كده خلاص انا طلعت الابعاد بتاعتي 150. ايه؟ كان مطلعها 80. لا ده انا اللي بدخل. احنا حطيناها 50 وهو ما كانش يعني هو ايوه ده رقم محطوط قبل كده انت مستخدمه قبل كده. خلاص؟ يعني الارقام اللي انت بتعدل فيها هي ما فيش مشكله، لكن الرقم ده ما تعدلش ما تقدرش تعدل فيه وهكذا. احسن ان هي طلعت النتيجه. لا 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 مش هو بيطلعها لك، انت اللي بتدخلها، ففي مدخلات. فالقاعده بتاعتك طلعت 150 في كام؟ 150. فانا هعمل ايه؟ هاجي جاي على طول هنا اهو قايل له انا عايز ريكتانجولر، واقول له شيفت اد كام؟ 150 و 150. والمفروض بقى بتبقى عامل لي هنا لاير لمين؟ للار سي، وتعالى اديها اللون مثلا الاصفر، وهتيجي تاخد من دي اوفست كام لجوه؟ 20 سنتي. صح؟ البي سي والار سي. خلاص دي مثلا هتخليها البي سي، واللي بره دي واللي جوه اللي هي الايه اللي هعملها بابيض اللي هي دي. يبقى انت عملت اول قاعده. خلي بالك احنا هنا بقى مش عايزين الدايمنشن اللي انت شايفها دي خالص، فانا ممكن اشيلها خالص اهي ديليت، ارجع تاني اقول له برده انا مش عايز الدايمنشن دي ولا عايز الخط الاصفر ده. الخط الاصفر ده بتاع ايه؟ تخطيط. خلاص اهو ديليت. جميل جدا. سيب بس دول وانت بعد كده هتشيلهم، انا بس حاططهم عشان اعرف مين. ايوه بالظبط كده، هتيجي واخد من السنتر واجي رايح فين بقى؟ عندك مثلا القاعده دي. طب عندك فين القاعده ال 30 في 30؟ ادور بقى على ال 30 في 30 اهي. العمود ال 30 في 30 ومين؟ وال 30 في 30. ومين كمان فين 30 في 30؟ اللي هو ده واللي هو ده بالشكل ده واللي هو ده كمان. ابدا اروح اعمل ايه؟ خلصت كده ايه؟ رصيت القواعد ال 30 في 30. اروح على مين؟ على شيت الاكسل اللي هو 78 اللي هو عمود 30 في 40. فاجي رايح على الشيت رايح قايل له ايه؟ ده كام؟ 78 بس العمود كام؟
30 في 40 والسكنس 20. خلي بالك الشيت ما قالكش ايه انصيف ولا اي حاجه في اي حاجه خلاص. وطلعت برده السكنس بتاعك بكام؟ ب 50. بص الابعاد طلعها لك 2 متر في 2 متر 10 ده العاديه. وطبعا هنطلع من العاديه مين؟ المسلحه. فهاجي جاي برده ريكتانجل وقايل له مين؟ شيفت اد كام؟ 2 متر و 2 متر 10. وبعدين اخد من دي اوفست كام؟ 20 واعمل ماتش من دي لدي ومن دي لدي. وبعدين اخد دي اخد منها كوبي اعمل من دي ايه روتيت. وبعدين اخد الكوبي من السي جي واروح على مين؟ لا دي 50 انا عايز ال 40 فين؟ اهي ال 40 اهي وال 40 ديت اهي وال 40 دي هعمل لها ايه؟ الفها. لازم الاتجاه الطويل بتاع القعده في الاتجاه الطويل مع مين؟ ايوه نفس الضرب بتاعك نفس الكلام اهو تمام. يبقى انا كده خلصت مين؟ ال 40 فاضل لي مين؟ ال 50. فين ال 50 كام؟ طلعه لك ب 106. اجي جاي اقول له هنا 106 هنا 40 هنا 50 ولا ايه؟ نفس الكلام زي الفل. طلع لك ابعاد 2 متر 30 في 2 متر وكام؟ ونص. فاجي جاي هنا قايل له ريكتانجولار كام؟ ات 2 متر كام؟ 30 و 2 متر ونص. واجي واخد من دي اوفست 2 من 10 وقايل له ايه؟ ماتش اهو بالشكل ده. واجي واخد من دي كوبي اعمل لها ايه؟ روتيت. واجي واخدها كوبي حاطط كام فين المتر 50 30 في 50 اهي 30 في 50 اهي و30 في 50 اهي كمان وفين كمان دي بقى هتعمل لها ايه؟ حطها بس كده واعمل لها روتيت اهي. خلي بالك في قاعده مثلا اللي هي كام 30 في 40 فتعالى كده اهو وجيب دي اللي هي فين هنا اهي صح ولا لا؟ نفس الكلام بقى ايه اخر حاجه او احنا عندنا اللي هي خلصنا دي فاضل مين 117 اللي هو كام 30 في 60 117 30 في 60 خلي بالك السكنس ما اتغيرش خلي بالك في سكنس ممكن يتغير عادي يعني تلاقي قاعده 50 بالظبط كده طلعت 2 35 في 2 65 صح 2 35 و 2 كام 55 خد اوفست لجوه زي ما قلنا على فكره ممكن ما تعملش الرفرفه دي وتوصي في الملاحظات بايه ايه اللي هو لا يعمل فرشه نظافه بكامل المسطح خلاص ده لو مش هتعمل عاديه بقى لو مش هتعمل العاديه قواعد تمام خلاص تمام فاضل لي كمان اللي هي 173 30 في 80 173 173 في 80 بص كده انصيب بانشين ساعتها خليها 60 يبقى القاعده ديت النموذج ده هياخد كام سيكنس 60 الباقي مين 50 واصل ولا لا خلاص الابعاد 2 متر 80 في 3 30 2 متر 80 في 3 30 اي طبعا هو لازم يسيف معاك والا هيحصل اختراق ماشي اهو يا سيدي خد ده كده ده العمود اللي هو كام كان كام كان كام 30 في كام؟ اللي هو 73 ده اللي هو 30 في 80 اللي هو ده واللي هو ده واللي هو ده فاضل لي نسينا دول وال 30 في 50 برضو نسينا ده يبقى تاخد ده احنا عاملينه قبل كده من هنا لهنا لو تلاحظ مفيش حاجات حصل فيها تداخل كتير عارف ليه؟ احنا مظبطين المسافات
ايوه شفت بقى اهو فاضل لي مين اخر واحد عشان مظبطين المسافات واحنا بنحط الاستاتيكال سيستم قلت لك المسافه ما تزيدش عن 7 وما تقلش عن 3 متر النجم ده ابو حتى هنا ما حصلش تداخل عشان العاديه بس العاديه بس يعني هنعمل ايه هنقول ترم بس نفتحه مع بعض كده اهو يا سيدي جدا انت ما بتلاقي جدا ترتاح طب خلينا بقى نسال سؤال لو حصل في الاثنين دول تداخل اعمل ايه قبل الفوق الكومباين لو 10 سم مثلا اعمل ايه لا ما هو مش بمزاج يقلل الابعاد تاخد مثلا اقلب ممكن اقلب فعلا بس ده القاعده اصلا مربعه قلبتها كده قلبتها ممكن اقلب دي دي مش هينفع لان الضرب بتاع العمود نفسه ايه بقى عارف اعمل ايه اروح لاصل العمود دوت في الساب اروح شو اشوف رقمه كام ركز تاني كده انا بعمل ايه ممكن انا اكون من النمذجه كبرت ايوه او رايت كليك واقول له شو سيلكشن اقول لي واروح اقول له تعالى هنا اظهر لي الليبل واروح اشوف العمود ده كام سي 1 انزل هنا كده بص سي 1 هنا واخد حمل 24 ونص واحنا اصلا مصممين على ال 40 او اللي اكتر فاروح اصمم القعده ديت على الحمل بتاع القعده نفسها العمود نفسه الاصلي فيقوم يحصل ايه للقعده تقل طب لو افترضنا ان العمود ده بالصدفه البحته كان هو اكبر رياكشنز طالع وصممت عليه يبقى ساعتها ما تقدرش ويبقى انت ده واقع لازم انت تصمم عليه. وصل؟ بس هو في حاجه ولا مده 30 في 30 انا مش هقدر انزل كده. ايه؟ لا طالع بالظبط كده ايوه في بقى شرط تاني. خلي بالك هو الكود قال لك ممكن لحد 80 في 80 القعده. بتكلم على العمود؟ على العمود؟ لا هو ما ينزلش. انا بتكلم على القعده. القعده هي اللي هتقل. لا ما هو العمود لا العمود هيتم زي ما هو 30 في 30. انت هتاخد الحمل تصمم عليه القعده بس وصل تروح لاصل العمود نفسه لو واقع وهو الكبير يبقى خلاص ما تقدرش بس ده ايه القعده القعده الصغيره ايوه القعده الصغيره طبعا والقعده الكبيره برضو ما هو القعدتين نفس الاثنين يعني هتروح برضو على ده عايزين نهرب من التداخل عايز بالظبط كده ايوه بالظبط فتهرب من التداخل عشان ما تقولش على طول كومبايند فوتي لا يبقى ده دي بدايل خلاص بس هنحسب برضه في التنفيذ صعبه ليه؟ ما هو بالظبط كده بس هتعمل ايه؟ غصب عنك خلاص مش مهم لو تداخل 205 هندسه نعم. انت يبقى ممكن مسموح تداخل بسيط ولا اي تداخل صعب 10 سم 10 سم ايوه خلاص تعالى كده ال 20 ال 30 طلع ب 60 برضه بس القعده 3 في 3 60 اللي هي اكبر قاعده 3 و 63 تاخد دي 0.2 واخد ماتش من اللي جوه للي جوه لو تداخل 10 سم الناس هتفتح القاعدتين في بعض وخلاص على كده لا لو حصل تداخل باي قيمه افتحهم على بعض 10 سم لا لا المسافه ما بينهم لازما المسافه ما بين القاعدتين مش اقل من 10 سم ما بين القعدتين مفيش ما دخلوش في بعض يعني بالظبط كده اول ما يدخلوا في بعض كومباين على طول على طول خرسانه مسلحه دخلت في خرسانه مسلحه على طول كومباين طب وبعد كده ما صممتهم كانهم ايوه كومباين طبعا ما احنا هنشوف اهو بص سبحان الله في المشروع بتاعنا عشان زي ما قلت لك دي مهمه جدا وانت بتحط الاستاتيكال سيستم عشان توفر بص ستر ربنا ان ما حصلش ولا ايه ولا تداخل ودي حاجه كويسه جدا المهم بقى في حاجه بقى احنا المفروض عندنا ده حد جار فالمفروض النجم ده هيتربط باقرب قاعده ليه وده مع ده وده مع ده وده مع ده وده مع ده زي القاعده دي بالظبط بص اللي حصل ايه اللي حصل هنا ان الاستراب بيم شداد طب نعملها ازاي بقى دي هتيجي تقيس المسافه يبقى احنا هنصمم دلوقتي الاستراب بيم اللي احنا شرحناه هتشوف المسافه ما بين ده والعمود ده طلع كام؟ 5 متر 29 يبقى هرجع على شيت الاكسل واجي على الاستراب بيم اهي
اللي هي القاعده دي. خلي بالك بقى انت عندك في اكستيريور وانتيريور، عايز حمل العمود الاول وحمل العمود الثاني. طب الحمل العمود الاول والثاني منين؟ انا هدخل على الساب هتلاقي اللي هم 19 و18، تروح للاحمال الاصليه، للاحمال الاصليه. يبقى انا عندي 19 و18، يبقى انا هاجي جاي هنا اهو واقول له انا عندي فين 19 19 اهو اللي هو ده. تعالى مثلا نغير لون اهو 19 وفين 18 اهو 18 اهو لنا بس كده اهو تمام. طالع بص الحمل ده هناخد ده كنترول سي هنا كنترول في، والحمل ده بالظبط كده كنترول سي اللي هو ده كنترول في. وطبعا ده هيتقسم على مين؟ ده على واحد ونص وده على واحد ونص. ماشي تمام جدا. تروح تعمل ايه بقى؟ خلاص خلي بالك العمود اللي هو ال 19 ده اكستيريور اللي فوق اللي هو 19، ف 19 ده اللي هو دوت 67 عمود 30 في 40. اجي جاي هنا اكستيريور 7 وكام؟ 67 عمود 30 في كام؟ في 40. اللي بعده اللي هو 18 كام؟ 18 106 اللي هو 30 في 50. 30 في 50 اللي هو 106. ركز هنا بقى، بيطلب منك الديستانس فروم سي جي تو سي جي، المسافه من العمود للعمود اللي هو كام؟ 5 متر 29. وطالب منك تيك اكسنتريستي. الاكسنتريستي بقى يا باشا اجيبها ازاي؟ كنت فرضتها وقلت لك خدها بكام؟ ب 2 من 10 اس بلس 1 من 10. يبقى هتقول له بوينت 2 مضروبه في كام؟ في 5.29 بلس كام؟ 1 من 10. 1 بوينت كام؟ 15. هتيجي هنا 1.15 اهو يا سيدي. خلاص؟ تعالى بص هنا جايب لك الاكسترنال فوتنج ابعادها 170 في 270. وجايب لك ابعاد الانترنال فوتنج 205 في 225، دي الابعاد الجديده. طب تعالى بقى انزل تحت دايمنشن اوف ار سي اهو. بص الدايمنشن اوف ستراب بيم بقى ابعاد مين؟ ابعاد الاستراب بيم. ابعاد الاستراب بيم البي والايه؟ والاتش. الاتش ديت زي ما قلت لك ما تقلش عن 80، دخلها 80 كده. طلعت مسيبه. طلعت مسيبه. طب العرض بتاعها؟ عرض اكبر عمود اللي هو 50. يبقى كده بص عندك العمود بتاعك او الاستراب بيم 50 في كام؟ بص يا باشا كده التسريح بقى طالع كام؟ 12 22، ده التوب، والبوتوم 4 22. لا ده الاستراب بيم، الاستراب بيم اللي هي رابطه ما بين القعدتين. بس بص بقى القعدتين الصغيرين طالعين كام؟ 7 12 في الاتجاهين. ما هو دولت قعدتين عاديين ايزوليتد. المشكله دايما في مين؟ في الاستراب بيم. هي ابعاد اللي هي اللي احنا كنا، لا ابعاد جديده. طبعا خلاص بقى شيل بقى اللي فات ده، ابعاد جديده اهي. قال لك الاكسترنال فوتنج اللي هي القاعده اللي هي عند الجار بقت 170 في كام؟ في 270، والقاعده اللي جوه 205 في 225. دي الابعاد بقى اللي تاخدها وتروح تعمل ايه؟ توقعها هنا. بص هنا تحت ادي الاستراب بيم. بص انا ماشيه منين لمنين؟ من هنا لحد الاخر. ممكن في ناس بره بتعملوا ايه؟ وبص انا عملته ازاي بقى؟ بتيجي جاي من سنتر العمود. طبعا البتاع دوت هيجي ازاي بقى؟ هتقول له موف بعد ما تجيب الابعاد الجديده وتنزله لحد اخره هنا. وطبعا المسلحه هتعمل ايه؟ بره اهي. ماشي؟ هتروح تجيب لاين من ايه؟ من السنتر تو سنتر، وتعمل لده اوفست من النقطة دي لحد النقطة دي اهي، ومن النقطة دي لحد النقطة دي، وتشيل اللي في النص. كده انت عملت مين؟ الاستراب بيم. ولازم وانت شغال تعمل ايه؟ تسمي ان ده شداد، وترقم القاعدة بتاعتك دي كاف واحد وكاف اتنين. ولازم كمان تعمل ايه؟ السكاشن بتاعتك تحط. طبعا انا مش هرسم شيك سكشن ولا غيره، ده انا جبتهم منين؟ من السكشن اللي انا هعطيه لك التمبلت. انت كل اللي انت هتعمله بص هتدخل لي بس مين؟
هتدخل التسليح العلوي السفلي اللي هو طالع من مين؟ من الشيت الاكسل. بس توقعوا على مين؟ يعني بص الايزوليتد فوتينج اهي اللي احنا صممناه، خدنا قطاع فيها راسي ونفس الكلام توزع لمين؟ شكل حديد التسليح. تعالى كده نشوفه بقى حاجه زي دي 80 سم، ما يقلش عن 80 في العرض ال 50 اكبر عمود. طلع التسليح بقول لك فوق كام؟ ما يقلش، ما هو لازم تبقى ريجيد، بيبتدي من تحت مع القوانين. ايوه بالظبط كده بالظبط، خلاص. طيب تعالى بقى نعمل حاجه زي دي. انا دلوقتي فرضنا ان دي حصل فيها تداخل، دي حصل فيها تداخل، فالكومبايند هتيجي برضو من شيت الاكسل، ادي كومبايند فوتا. الكومبايند محتاج منك برضو مين؟ السيميلر واللارج. مين السيميلر واللارج؟ العمود الكبير والعمود الصغير. طالب منك ابعاد العمود الصغير وابعاد العمود الكبير وحمل العمود الصغير وحمل العمود الكبير، هتجيبهم برضو منين؟ اللي هم العمودين دول. ماشي خلاص. هتروح برضو تدخلهم، تعالى كده نشوفهم اللي هو ابعاده كام في كام؟ سي 1 وسي كام؟ 4. سي 1 ده اللي هو 30 في 30 اللي هو الصغير، سي 1 اللي هو 40 طالع 40، بس المفروض تروح لسي 1 اللي هو الاصلي اللي هو السي 1 اللي طالع بوست كام؟ 24.5. المفروض تقسم الرقم ده على كام؟ يعني 15 تقريبا. فانا هاجي هنا مثلا اقول له هنا، وبعدين 30 في 30، وعندي اللارج اللي هو سي 4 كام؟ فين 4؟ 4 4 4 اهو طالع 141. فانا هقول له ايكوال 141 على كام؟ 1.5، طلع 94.5. 94.5 ابعاد العمود كام؟ مش عارف، مش فاكر. 30 في 50. بس بص بيطلب منك ديستانس فين؟ مين بقى؟ سي جي تو سي جي بتاعت العمود، اجيبها منين؟ من الاوتوكاد، على المايل، على المايل اهو. طلع كام؟ 2.24. اجي جاي هنا قايل له 2.24 اهو. طلع لك بص هنا مين؟ ريزلت اوف مين؟ تو لودز از 1 بوينت كام؟ 9.1 من مين؟ من السيميلر، اللي هي المسافه اللي انت هتحط عندها السي جي. فانت هتعملها ازاي دي بقى؟ هتيجي جاي على الاوتوكاد اللي هو الصغير ده، هتيجي واخد لاين بالشكل ده، وبعدين تاخد اللاين دوت تعمل له ايه؟ اوف ست بكام؟ 91 اللي هو ده بالشكل ده. بص جه فين؟ لان الحمل ده كبير جدا، ده طالع 16 انما ده طالع 94، فهيبقى قريب من مين؟ قريب من الكبير. هتاخد لاين من النص للنص، يبقى النقطه دي هي مين؟ سي جي بتاعها. فاجيب ابعاد القاعده منين بقى؟ اهو عطاها لك، طلعت ابعاد القاعده بتاعتك الدايمنشن 14 في 73. 14 4 10 في كام؟ 73. واجي قايل له اوفست بوينت كام؟ 2. واجي واخد دي عايز احطها فين؟ في السي جي، بس لازما الفها. فهتلفها ازاي؟ بامر الاين. تعالى بس اغير له اللون. الاين ازاي؟ هتقول له ايه ال انتر لدول، تاخد من دل ده تاني، من هنا لهنا ومن هنا لهنا، وبعدين تجيب القاعده دي تجيبها من السي جي وتحطها فين؟ بس لاحظ ايه اللي حصل؟ القاعده بتاعتك حصل لها ايه؟ المفروض المسافه زي ما قلنا في الابعاد بتاعتك من نص الواحد، مسافه من وش العمود، فديت هتضطر غصب عنك تسحبها كام بقى؟ نص متر. ودي نفس الكلام نص متر اهو، يبقى ادي القاعده بتاعتك يعني. وازود 20 بقى نص من المسلحه، من المسلحه، المسلحه مش العاديه، خلاص؟ يبقى كده تمام، يبقى انا كده احتويت الايه؟ الاوائل. طيب اخر حاجه بقى لازم تحط السملات. خلي بالك دي لازم تربطها ودي لازم تربطها، ودي زي نفس الكلام هنا بالظبط، بس بص هنا في قاعده ده جار وده جار، ده جار وده جار. هتعملها ازاي؟ في الاثنين شداد في الاتجاه ده وشداد في الاتجاه ده، بس لو تلاحظ اصلا ان القاعده بتاعتك صغيره، يعني بص هنا القاعده دي حصل ايه؟ عشان كبيره رحت شددتها فين؟
في العمود، يعني العمود ده شايل دي وشايل دي. خلاص؟ طيب. هندسه الشداد اللي هو في الكورنر. انهي ده؟ ده؟ ما هو مربوط برضه، ما هو ده شداد. مربوط بالعمود؟ اه طبعا مربوط بالعمود ده هنا. يعني المفروض ده نازل لحد تحت. بس مش ممكن يكون ارتفاع الشداد ماله؟ اه طبعا لا كبير. ارتفاع الشداد كبير. طيب. تعالى كده بس عشان نختم ونحط السملات. السملات يا هندسة لو انا عايز احطها تحطها ازاي؟ المفروض العمود او القاعده متربطه بالاربع بتروح تجيب المعمار الارضي وتجيبه تعمل له بلوك وتحطه من على المستوى عشان ينفع اعمل سملات ثانويه. اه طبعا ما انا فعلا هنحتاج اعمل بس هندسه احنا لسه عاملينها. عملنا التشيك بتاع اكس عرفنا ان هي طبعا هو المسافه اصلا ده 5 متر يعني المفروض تعمل التشيك بتاع الاكس. اه دي ايوه دي برضو لازم تعمل التشيك بتاع الاكس فساعتها دي ممكن تبقى كومبايند على فكره يعني دي كلها تبقى كومبايند بس على فكره ممكن تسيبها كده لحاجه لان ده اصلا ها ودي اصلا ايه عليها برضو جار فين اللي هي دي ما هي دي كومبايند لا ملهاش طالما بص اه طالما بالظبط اه دي مش جار انت الحد بتاعك من اول هنا وطالع حد بتاعك لحد هنا يعني الشوية اللي فوق دول هما بس الجار ودول جار. المشكلة ساعات أصلاً في حدود أرض أصلاً لازم تعملها. طبعاً ما أنا بقول لك ده جار ده كده جار إنما الحد ده بتاعك ولو مش بتاعي يبقى أنا مضطر إن أعمل إيه؟ هتبقى ده شداد. أه طبعاً فهيتشد مع مين؟ مع دي وهيتشد ممكن مع دي عادي. طيب السملات السملات ممكن أعمل دي كومبايند بليك معلش تاني اللي هي فين؟ اللي هما دول عشان المسافة بتاعتك الاكس لازم تحسبها الاكس دي لازم تبقى اكبر من مين من ال2 على 2 اور ال1 على 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 2 الاكس اللي هي بين الابدان صح اه تمام ايه هي المسافه دي اكس اه الواحد المسافه ما بين القواعد ايوه اللي هي دي دي قاعده مسلحه ودي قاعده مسلحه لازم تحسب اكس لازم تكون اكبر من ال على 2 وال على 1 الواحد على الاثنين على لو كومبايند وشداد لا هي كومبايند بس يا شداد بس مفيش حاجه اسمها يعني هي جار ايوه هي كومبايند وجار لا هي مش هي دي خلاص بقى هتدخلها ايه لو فرضنا ان القاعده دي عليها جار دي اه ما هي دي هتوصل لحد هنا خلاص وهتبقى كومبايند تشدها بقى في اقرب عمود يعني هتشد العمود ده هنا وتشد العمود ده هنا عادي انت مضطر خلي بالك انا زي ما قلت لك انا جايب لك مشروع مش سهل في افكار لازم تفكر فيه مش حاجه سيمتريه خلاص السملات دي بقى عندك في فرق ما بين الميدا والسمنه ايه الفرق ما بينهم واحنا منسوب العمدان والثاني على المنسوب اه بالظبط كده واحد في منسوب العمدان كده والثاني في منسوب مين اه ايه الفرق ما بينهم ايوه ده فوقهم كمان سلاب اون جريد لا بس سلاب اون جريد ديت مش هي اللي تبقى ماشيه معاها ايوه ماشي مفيش مشكله خلاص ده اسمه سمن وده اسمه مين السمن ده وظيفته اللي هو بيشيل مين تربه وبيشيل مين حوائط انما دي بتشيل حوائط بس طب لما تيجي تصمم حاجه زي دي هتعمل ايه؟ او تصمم السمنه عشان خلي بالك زي ما قلنا 4 في 16 بياخدوها فوق وتحت بس ده بيحصل ازاي؟ بتروح تجيب اكبر مسافه ما بين عمودين يعني فرضنا مثلا ان ده سمنه عادي مش شداد خلاص؟ المسافه من اول العمود ده للعمود ده خلاص؟ طلعت مثلا 6 متر وبتاخد مثلا اقرب قاعده ليها فالقاعده دي والقاعده دي والقاعده اللي في النص دول مع بعض او الاكس ده يا سيدي كله الاكس ده كله الاكس دوت كله لما يجي يحصل هبوط هيحصل في انهي قاعده؟ هيحصل في القواعد اللي في المنتصف الاثنين اللي بره دولت مش هيحصل لهم مين؟ هبوط هيبقوا ثابتين واللي جوه بس هم اللي هيحصل لهم هبوط فهتختبرهم فانا هفترض معاك مثال ان انا عندي قاعده هنا ورا بره وهنا بره ديت قاعده بره والمسافه ما بينهم 6 متر وعايز اصمم الشداد ده او السمنت ده هتدخل تعمل ايه؟ هتيجي داخل على الساب وتقول له نيو موديل خلاص ده الحته دي بس وخلاص
هقول له رايت كليك، رايت كليك واقول له موديفاي واعمل لي اد 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 واعمل لي سبيسنج. خلاص هدخل المسافات بتاعتي كام في اكس؟ 6 6 واقفل بصفر صح؟ اشيل واحده بس ديليت، اقول له ادي 1 2 3 اقول له اوكي اوكي وتعالى اكس زد. هتروح ترسم قطاع، قطاع والقطاع دوت هتاخده وتعمل له ايه؟ تدي له قطاع مين؟ assign frame اللي هو قطاع مين؟ قطاع السميل، السميل اللي هو 30 في 60. خلاص فهقول له ده قطاع خرساني 30 في كام؟ في 60. طبعا هو بيبقى المفروض يبقى 50 بارتفاع القاعده المسلحه، خلاص؟ بس هنفترض مثلا ان هي كام؟ 60، واقول له اوكي اوكي واقول له ده يا سيدي. طبعا بتبدا تمسك دي ودي. طبعا احنا بنعمل ديفينيشنز كتير طبعا طبعا. انا بس ايه، انا ببدا من حيث انتهينا بالكلام ده. طبعا هينج اف كل اللي انت هتعمله هتختار دي وتدخلها حمل مين؟ حمل وول. خلاص فريم ديستريبيوتد. لو عايز مثلا اعرف حمل ديفاين لود باتر، حمل وول بس كده وول طبعا ديد. وعندك سيتلمنت بتيجي هنا تختار حمل اسمه ايه؟ اسمه سيتلمنت عشان الهبوط. خلاص بعدين تقول له اد، تقول له اوكي، هتقول له هنا ده الوول. الوول بقى بكام؟ حمل الوول اللي هو ارتفاع الدور مطروح منه مين؟ صوت الكاميرا مضروب في الجامة بتاعت مين؟ الجامة بتاعت الطوب اللي احنا عارفينه مضروب في مين؟ في بوينت 2 5 في 1 اهو. ابلاي اوكي. بعد كده بقى السيتلمنت هتيجي في القاعده اللي في النص، هتقول له اساين فريم لود، لا جوينت لود ديسبليسمنت. ديسبليسمنت هتيجي في ترانزيشن زد وتدخله ب 2 سم زي ما قلنا، 0.02 2 سم على 100. خلاص يبقى احنا شغالين بالمتر. وتقول له يا سيدي بس خلي بالك دخلها لي بالماينس، وتقول له ايوه بالظبط كده. ممكن مثلا تختار السيتلمنت وتيجي هنا وتقول له ابلاي، وهترجع مره ثانيه على مين؟ على الديد، واعمل لها ايه؟ ديليت عشان ما يغوتهاش مرتين اهو يا سيدي. بس هتروح بقى تسيف الفايل بتاعك. وركز اللي انا بقى عايز اوصل له، هتقول له ران ران ناو. عايز اشوف شكل الديفورمد شيب. تعالى كده لو انا جيت قلت له تعالى ستارت انيميشن، لا مش عايز ده، ده الديد، لا انا عايز السيتلمنت. يعني تعالى كده وقول له انا عايز السيتلمنت، بص كده ايوه هو ده بقى. ايه اللي بيحصل؟ القاعدة بتطلع وبتنزل، يحصل لها سيتلمنت وممكن يحصل لها ابليفت، يحصل لها سيتلمنت هبوط وممكن يحصل لها ابليفت. خلاص بعد كده لو انا عايز بقى اروح اجيب فريم واجيب، طبعا بعمل حاله تحميل واقول له ابلاي، واروح اجيب مين يا باشا؟ اجيب المومنت بتاعي. طبعا ده للديد، لا المفروض انت بتعمل حاله تحميل لمين؟ للسيتلمنت زائد مين؟ الوول زائد ايه؟ يديك مين؟ بيبقى طالع بص كام؟ 21. ولا لا اوركي ده ايه؟ خلاص احنا خلصنا يا عم. ده ايه المومنت ده؟ ده هتصمم عليه مين؟ خلي بالك احنا بادئين متاخر، احنا بادئين النهارده 6 ونص. طب انت برضه زعلان؟ لا اصل هو بس معلش بس عمل زي الباشمهندس. لا انت بقى المهندسه في نص المحاضره هنا في الاكل. طيب ماشي انا بقى عارف مش عارف ايه بكره ايه؟ والله بدي ايه النهارده؟ تسعه بالظبط بس. ما احنا بدانا النهارده 6 ونص. لا
يعني لما اكون مخلص 9:30 انا همشيك دلوقتي.